عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير كالعادة. الشبرية كم مكبرها وطار الرقاد وين؟ شوف الرقاد وين بالله عليكم. لا ولازم فد الحج كينج بد، زين كينج بد يباله 4 توادم ما بادمي واحد. لا اصرار هذا اللي ما يوجه. أربعين آدمي المكان يباله، 40 ما بأربعة. مطبخة ودنياها بلا أقول أقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاي جبهة مغيبة بعد بلاد من قبلها بعد الليك حمام دنياها هناك بعد حمام مغيبة مطبخ بلاد بعد روحها. هذا عاد حينه. شوف الله عليكم، شوف بعد المنظر اللي يرد الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تجي حجرة منهل واللي تحت أدال حجرة صلاح، عبارة عن فلل على البحر. هذا هو الفندق روحه. هذا الفندق طالت عماركم عمره أكثر عن 40 سنة. الأول ماني خوفة كان لو نسكن فيه، سكنتنا في هالفندق. شوف الله عليكم، لا إله إلا الله. وهذه الفلة اللي تشوفونها عمرها أكثر عن 40 سنة. هاي اللي هنا من استوت الدنيا، هاي الفلة هنا أول واحدة. ما قدينا وشفنا حد فيها ولا فيها ليت ولا شيات. هذا اللي بناها وسار، أظني بناها وطرق سافر وما رد، ما تعرف وين سار راعيها. من بناها ما أظني إياها، الله أعلم بوين. شوف الله عليه المكان، شوف المنظر، لا إله إلا الله. البواخ اللي هناك مكثرهم، أقول لك لك باخر جديد. انظر بالقب على الحجوزة من رجب، من رجب ويجي شعبان ورمضان لجل العيد. 3 شهور الحجز قبل عسب يوم العيد. ويا الله يا الله تلقط لنا الفندق من الفنادق الكبار. فندق هو يمكن 6 أو 8 أدوار، لكن ما في ما حد ما شيء إلا هو، ما شيء غيره، ما شيء فندق ثاني يعني تقول بتلقط غيره. لا ما شيء إلا هو، هلال وانت هلال هذاك، ما شيء إلا هو. يا ربوي كلها رقود، كل هالناس راقدة، ما حد واعي إلا مكلمكم، إلا الناس كلها رقود، ما حد واعي، الناس كلها راقدة. هي والله وأنا مرتقط راقد من المغرب. هذا الرجال الله يحفظكم عايب لنا هالمنظر، ويواجف على البحر يتصوخ يسمع الموي ويسمع رشة الماية هو. يعني مبسوط. تذكرت حياة الوالدة الله يغفر لها. حياة الوالدة الأول عندي عزبة في بني ياس وبيتنا في البطين، وين بيت علي الشرفة وبيت عتيج بن مايد وبيت حياة خلفان بالعري المهيري، هناك بيتنا نحن لين اليوم موجود. كان حين من عقب ما استوى مال الورثة بتاع، وكلنا خذ نصيبه وبناله. المراد ما بهذا الموضوع، الموضوع الله يحفظكم البقرة هذه على ولد. كل ما تكون البقرة يعني تكون موصل
نسير وديها هناك طرف البيت. الأول شيء بجير في البيت ودرناهن يعني احتينا المكانهن وابتاع عن البقر هبتاع وديناها العزبة وتمن لو البقر بلد روحها بقر البقر والهوش اللي عندي أنا روحن هب هذا موضوع موضوعنا طالت عماركم الوالدة يعني لها الجنة تقول لي بوي إن بقرح عندي في البيت قلت إن شاء الله ماي نقيت بقرح عندي لبنانية سودة صبحت مسي صبحت مسي قريبة تولد وديت البيت وكل يوم عادة على كل طالع شمس تصير عدالها بماية وتيس طالعها بكرسي وتيس تدعى لها تدعى لها أن الله يسهل عليها ويبارك فيها كل يوم يبنى بشكارة البشكارة شرطها إذا بتشتغل إذا تشتغل تشتغل عند ناس مسلمين قالوا لها أبوي بوظبي هالناس كلهم مسلمين قالت لا لازم أنا أشوف فلبتي نشيت شليت حياتها ما يسرنا المكتب مال خدم وراويتها وقالت هذا أباها هذه يسمونها حليمة من نسيت والله شو اسمها المهم توني مكلمنها بعلمك كم من يوم اسمها حليمة الامرأة نقينا حليمة وديناها البيت وشافت الوالدة واستانست وياها ويلسى طول النهار هذا متى الضحى وبتنا ونهار ثاني طالت عماركم نهار ثاني ماي الصبح قبل ما تصلي قبل ما يبوا لها الريوق تركب كرسيها السيكل هذا وتدزلها البشكارات يودنها جدها البقرة وتجلس طالعها وتدعى لها إن الله يطرح البركة الله يسهل عليها وإن الله وإن يعني من هالكلام مع الحريم الأول ويرش ينشون يدزونها خلاف الكرسي وتجلس داخل في الـ في الـ في, الـ في البيت ويبوا لها ريوقها تتريق وننزل نحن اللي بيصير اللي بيصير دوامه واللي بيصير وياهنا وظهرنا يوم نحن رادين ندور حلوم وين حلوم وين يدك دور حلوم اتفق وين سارت وين حلوم ابوي شردت هفاء شو مستوية مكت والله ابوي ما حد قالها شيء والله ما حد قالها شيء ولا حد حركة ولا حد قالها وين سايرة سبنا المكتب نبلغ يوم سبنا المكتب قالت ابوي انتو قاعدين لي وديني عند ناس مسلمين هذا ابوي امهم تصبحت عبد البقر هاي ابوي ما بمسلمين يعبدون البقر قالوا لها يا ماي هاي هلكيت السالفة يا الله اقتنعت يا الله وردينا هالبيت وكملت عقب عندنا لين توفت حياة ماي ماي غارب 17 أو 13 سنة 15 أو 17 سنة كملت عندنا ما خلت بلاد في الدنيا العودة هاي حليمة لا خلت سويسرا ولا أمريكا ولا ألمانيا كل سنة تصير ماي تتعالج تصير وياها تصير ويانا أنا وهي أم محمد والمدام وحلوم وهي وماي الله يغفر لها نحن ثلاثة أنفار كل سنة نصير شهر وشهرين وثلاثة العلاج ساعتنا ألمانيا وساعتنا سويسرا وساعتنا لندن وساعتنا أمريكا وكل هالأمراض والله قوية مرة يعني كل أعواقها يعني كلها عمليات كبيرة وماي الله يغفر لها كانت راعية سكر وقلب وما يرمون يسوي لها عملية في شتي أبو ظبي هاك الوقت الكلام من السبعينات لين توفت لين قبل 15 سنة 13 سنة الله يغفر لها تذكرت عاد سالفة الرجال هاي يوم يوقف يطالع البحر تذكرت عاد طرت علي سالفة حليمة وهي دقت لي حليمة كم من يوم فقير بعد من بلادها من أريتيريا اسمها بلادها أريتيريا هي والله أمهم عبد البقاء هذا بارك الله فيكم قورينا ويفوح والدلة نظيف وزاهدة وهذا القناد اللي هو الهيل وهذا المسمار وهذا الزهران وهذه قهوتنا بالضبط قياس الدلة هذه لتر ونص هذا قهوة هذا قياسة في ميال مياه شلين هنا من تفوح يفوح الماء حطينا الفنيال ونص قهوة بس ما شيء غيره يطبخ
زم الأولية والزم الثاني والزم الثالثة، بس طغينا عنه وخلينا حاله تركد الدلة يركد أبدأ عقب زليناها قبل نحط عاد الزعفران والقناد والمسمار. شيء طبيعي القناد إذا تبغى تطعم القهوة هذا القناد بس على الطرف الخاشوبة، والمسمار ثلاث حبات لو أربع ما يكثرون، هذا مسمار ريج، والزعفران كم مشاعره، هذا هو الزعفران بس. من تطبخ الدل الغوري يطبخ زم الأولي والثاني، بنرميكم حينه مركم الحين الزم الثالث خلاص قمشت الدلة، الغوري قمش، من يقمش خلاص طفوا عنه خلاص، ها زهبت القهوة ما يخلون هالقهوة تطبخ ساعة تقدم مررة، لا ثلاث دقائق خمس دقائق بالكثير طفوا عنها خلوها ليه تصير وتركد الدلة، عقب يزلوها وازموا ياخذون من طرفها بس والدنيا مطرجة بعد اللي يغربج الدلة واللي يبي يغربج الدلة صب له لين تطيح يديك وما يقول بس هذا ابوي انا خطف عنه، القهوه اللي بي فنيال فنيالين ثلاثه بالكثير اكثر عن ثلاث فنايل لان ما جهوي حد. اي نعم القهوه ابوي لها معنى ولها رسل ولها ترتيب، ما بلا من اللي يعرف القهوه واللي ما يعرف القهوه عازم يشيل في بطنه يتحرى نسكافيه، لا القهوه ابوي لها ناسها ولها عربها، انك تعطي له من هب ودبتين استفانيل يا ابي لا والله لا صب في بطنه ولا عندي خبر يلز الولف يحيد عمري بدل ودلتين ما عليه لان المدمن اللي مثلي وشراتي غير عاده. والحين طالت عماركم هي لبي سنه لا تغرب يجي قهوه دين يوم، وهاي قهوتينا قهوه حمرة رقم واحد لا بسوده بلاكيه ولا بنها جايهم بحلقه بيضاء، لا هاي القهوة هاي قهوتي اللي أنا دانيها أبدا، لا فنيال ساير فنيال جاي فنيال وصحيحة صحيحة وفنيال فنيال وصحة، والدنيا مطرجة لين يقوم صلاح. ما قصروا ترى هل بالفندق حليلهم حاطين يميع الفوايد القهوة والعصير والدلة ملقمة والحلاوة، وهذا طشت كم مكبرة بعد في يميع العصير والدنيا بيطوي منهم كلهم، ما قصروا هل بالفندق. هي والله كل مكان يبالها وادم روحي أنك بسم الله صباح الخير. Good morning أبو أحمد صباح الخير. نعم حمد عز حلال يا غريز عين أنس هي بيب ولا شو بلا بابا شو حلال هلو ولا ما هلو منو سلا اليوم أشوف رقم واحد لا 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 زعل استخبول ها امس انا ريت ثلاثه حالات روح خرب كان زعلان قول ما يريد لا حبيبي لا 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 زين لا 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 تسوي لحيه خلني خلي ولي خالد شو تبع لحيه بيضة لا حبيبي انت رقم واحد زين ابي تركش اي واحد تركش الحين بيجيبوا لنا الريوق والتري اي نعم يجيبوا لك لين مكانك كله ولا كربه تشوف خيخ سمسم على هبك بغيت نعال لا اخير اخير هذا اخف لك ايه اخف لك على الكدوره يلا الحين بنطلع بيودونا بيودونا السد كل اماكن كل مكان تبي شو شيء ثاني سياره ثانيه لا سياره واحده حبيبي سياره واحده بس بس سياره واحده بتضمنا زين يعني هو بيركب في السيارة روحه ونحن روحنا شو رايك زين بعد قهوة بس عليك فنيال واحد صلاح بعد فنيال واحد حبني شو رقادك البارحة عمي ذا ليش بس شيء تمي ناخر ولا ما يناخر أنت بيخبر أنا بيخبر أنت قول شو أنت أنا أكلمك شو يناخر كيف الصوت أبغى أسمع ما يسوي يوم في الليل هو راقد إيه وايد له شوية يا لا قول الصدق هذا شويه قول الصدق لا تجل لا تروع من عن الله تصيره خلي ولي قول ايه ادريبه ليش تحلف له اليوم بعيد بعيد عاد ولا قريب لا تيرس الزيغه ما في سوا سوا صلاه ها صليب غير صلاه بروها لا بروها هي لكن في ناخر ولا ما ناخر ناخر
ماخه صح وايد له شويه طيب بعيد بعيد ما تبي شو بتبتشو حجرتي زي العسل تحرون هينا ياي بيطمت بيطالع شو حجرتي اكبر حجرته يلس يلا سر سر روحك يلا لا تكوّد يلا سر 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 روحك سر ما يعيب لازم هو اللي يبهنس صلاح قول لي شكرا صلاح قول لي شكرا صلاح تعرف هذا من وين صلاح من وين من وين من وين عاد هو مراكو هو عاد يعشق يعشق شيء اسمه مراكو هذا هي جلسة ريوق نطالت عماركم في هالمكان الفنان يلا يلا افتحها ريوقهم بوي فول وتوستات وحمص وما شاء الله مما لذ وطاب صلاح شو ريوقك انت فول وهذا نسيت اسمه والله حلوة عيدة حلوة نسيت اسمه ها من كل ما تشتهي النفس شكرا يا فندق اللي نحن ساكنين فيه أشونك اسم الفندق أشونك يلا يلا تريقوا من بيكم أقولكم طعب الله عليكم حين طالعوا المكان ما زين تلومونهم العرب في حب الشارجة تلومونهم في حب خور فكان هاي هي العروس هذه طالت عماركم بنت الشارج البكر العودة بنتم العودة أكبر وحدة من بنات الشارج فلذلك أبوي الحين هذا عرسه الحين اكتملت زينة عرايس المدن متى تكمل زينتن مرة يوم يكتمل إبداع اكتمل إبداع بإبداع الطبيعة الإبداع الطبيعي وإبداع حكامها وإبداع الناس اللي فيها إبداع أهلها إبداع جيشها إبداع ناسها اللي حابينها ما تلقط شيء طايح حب كان حد يعشق بلاده لهالدرجة سبحانك يا رب يعشقونها لحد الجنون كل منهم يغار على داره يغار حتى على لو يشوف شيء طايح في الأرض شل روحه ما يتريح حد يجي من هلب النظافة روحهم يلقطون وروحهم يشللون حب ذاتي يسمونه العشق فكل منهم والجميع يعشق عشقت انت يا الخور مدينة جميلة من استوت الدنيا يا غير زاد الحين الاهتمام الشيخ سلطان بن محمد سمو الشيخ سلطان حاكم شارج الدكتور الله يطول بعمري ومد بجله يا ربي يحفظه ويخليه يا رب العالمين على اللي مسوينه في حب هالمدينة الجميلة المدينة اللي في أحضان هالبحر الجميل طالع ما زينها من الدار تلومونهم أبوي في حب الشارج وخرفكان ما تلق ما يلامون ولا ملّا من يلومهم في حب الخور لا ملّا من يلومهم في حب الخور هي والله بلادهم ما ودك تودرها من زينها كل ما فيها زين طبيعته وناسه وكرمهم وطيب وأخلاق والحاكم تبارك الله ما بمقصر فيها هالإمارة اهتمام بالذات هي ترى البنت البكر البنت العودة وهذا حين وقت زفافها فمتزين بأحلى حلة يا الله يا رب انك تبارك لهم يا ربي ذلك يا صلاح شتاءنا مميز شتاء الإمارات غير وقيضها غير يا غير الحين أبوي المول كله على شتاء شفت صلاح الجو حلو شو هي ولا لا يعني هي أشكر فنك تريق أنت بعد شو تريق عمي هي صبروا كم فني ألب الله عليك سارة اليوم سبعة مرة ليش حبك واجد أنا حبك واجد بعدين أنت فيه بعدين زيادة زي ما أقصى ما ترى إيه حين هاي سارة عسبت يبوي هاي هذا ثاني دل حين اللجة من صباح الله خير والسبه هو هذا قبل ليوة شلكم أنتم يتحرى الدل القهوة لعبة هاي آخر مرة دردح الكثر القهوة يوم تبى سوي لك كوفي هذا وكوفي مكود أبوي عندهم يوم يقول لك قمشت الغوري مقمش خلاص يوم تقميش هو هاي اللي تشوفونه هذا هو معناته انه ذهب القهوه خلاص من تقمش القهوه ذهبت خلوها 15 دقائق ونشوا زلوها من يد ويديد خلانا نهتد نسوي دله ثانيه تونا بعد ما ظهرنا بلاتك يا نحيس
ليكم التدريب هذا منو؟ هذا والله هذا الفنان، هذا يسمونه المشخص، يوم يطرون المشخص هذا، يوم يطرون المشخص هذا اللي يطرونه المشخص، هذا ابوي مثل سيف يصقلونه، هذا هو. ايوه شوف عاد هناك التنسيق. يا سلام سلم، ما في ارويكم عاد الشريعينات، الشريعينات عفان الله غير محاور جدر، قاديات اصاجيل طليلي. هي والله ايش اسوي؟ ماشي تمرين الحين من متى؟ والله يا ابوك ماشي تمرين الحين من متى ماشي تمرين؟ من اسبوعين وهذا الثالث، حتى يعني اكتئاب من مقل التمرين. يا ربي تخليني ما زيني ما شاء الله علي. يلا انك تحفظني تخليني لعمري. عيون هذا الجماعة. يلا صلاح. يلا ابو ابراهيم جاهزين؟ ها؟ يا سلام يا سلام، برد البطين انت عليك. شو ها؟ حجرتين عندي وانت حاسدني؟ لا هذا هي حجرتين ادري. انزين تعال عندي اسكنوا عندي. اخ عليك القسم اللي نحن فيها قسم الفلل الخارجيات، هالفلل الكبار شيء غرفه وشيء غرفتين وشيء ثلاث، وهذا باركنات، وهذا الفندق. هذا الفندق عمره اكثر عن 37 او 40 سنه. ها السنين الاوليه نحن ما كان موجودات هالفلل ابدا، ما كان موجودات، الاخلاف زادوهم. فاقول لكم الفندق هذا الاول يوم تخطره فنعد اقول في خاطري لا اله الا الله، هالفندق ترى القديم الاولي مستحيل في يوم من الايام الله اسكن فيه. ويوم جيته الحين ولانه مجدد كامل تجدد، جددوه كامل عن بكره ابيه، كل كامل استوى فندق في من اروع ما يكون. انا دخلت هالفلل اللي كانوا يقولون حتى الفندق روحه جددوا، هذا اللي تشوفونه من مداخله ودنياه وعلم واخباره كله رخام فوق عن الزين زين. يعني انا اعطيه يعني بين 4 اند هاف اند 5 ستار، يعني يوصل 4 اند هاف ستار. نعم الفندق استوى وايد فنان، الاول ما كان عادي يعني، لكن الحين استوى وايد زين. على ما تشوفون الفندق فنان وايد سو أخير عن قبل، أخير عن قبل مليون مرة. الفندق في منتهى الروعة حاليا، عمارة الشيخ سلطان الله يطول بعمره بترتيبه وإعادة تأهيله من يد ويديد. فعلى ما تشوفون زميلك رقم واحد قدا، وايد سوى فنان الفندق. الغرف عاد من داخل ما أدري بهن، لكن كم مستوى الغرف اللي نحن فيه فيهن عطونا اياهن، واللوبي ماله وهذا اكلهم فنان وزين. الفندق اكيد الفنادق كلهن زينات، لكن هذا اللي نحن فيه وايد زين يازلي، يعني اللي لقطنا حجز فيه كالعاده. وين ما اسير القط ما شاء الله البنيات والشباب الله يحفظهم زينين الخيرين. تسيري منك على ما تظهرين في التصوير، تسيري دي زين. تعالي من اول انت. السلام عليكم. كيف حالك؟ بخير. انت بخير؟ كل شيء زين؟ مبسوطين في الفندق؟ هاي البنات من؟ هذه اول بادي، هذه ما طاي جنب الفندق التليفون. ها هذه من؟ هاي عليا. وهذه ميرا. هاي خواتك؟ لا هاي بنت عمتي. هاي ربيعة. هاي اختي. خدت هذه؟ وليش تميتي تفكرين ان شاء الله قبل؟ ليش تميتي تفكرين؟ مرحبا بكم، مبسوطين؟ فنان المكان؟ تعرفين متى اي هنا المكان هذا؟ قبل ما تنولد امك، تخيلي؟ انت ما بر مصورك، لكن ما علي حسك يظهر برايه. الحس ما علي ها؟ زين، جيتوا الخور قبل؟ اي بكم؟ والبارحة كانت صراحة بينت يعني أصول القواسم طبعاً إيه؟ كان نعم، والأشياء الأحداث اللي كانت من ناحية الفيلم يعني تقصدين فيلم كان يعني بصراحة متوب عليه إيه؟ ما شاء الله ما قصر الشيخ سلطان جزاه الله يعني خير. صراحة كان صدق يعني ممتع جدا الحمد لله، والبنات عرفوا عن تاريخنا وايد الحمد لله. الحمد لله قبل سابقا ما كانوا يشوفوا يعني الإمارات والخلفيات والاستعمار والماضي هي في الاستعمار إيه؟ من مشاهدة الفيلم طبعا ممتع. الله يبارك فيهن ان شاء الله، يخليك انت فهمتيهن وجبتيهن هالمكان. اي طبعا اكيد. تاتي البارحه في
هل انت من النوع اللي شافوا التغطيه البارحه؟ التغطيه عندي انا ولا حضرتي لايف؟ حضرت لا لايف طبعا. أه. حضرت جزء منه من التغطيه. ايه طبعا. لكن سمعتي سوالف وايده. ايه طبعا. يقولون وايده اسولف انا. اكيد. وهاي يمتعنا بصراحه. الحمد لله هذا زين. وايد بصراحه. وديتكم البارحه سوق شارق وما خليت مكان، يعني درت الدنيا. ان شاء الله. بيعيبكم سوق شارق دخلنا المتحف. المتحف هاي اللي راح صورته وايد، وهناك بنات ما شاء الله موظفات وايد زينات، كل مكان بتسيرون بتلقطون قايد فيه. روح من الشيوخ شيخ سلطان منمر في كل موقع يكون حد يخدم الزوار. الله يطرح البركه فيك وفي عيالك يا ربي. وين ساكنين في دبي؟ الا ممنوع؟ احنا قالا في مردف. مردف مردف الله يحفظكم. وقبل قبل احنا مرات مرار. أيوة كنت فريج المرار الأول. وين عن بيت حياة بطيبة خدية؟ والله ما أدري يدات يعني. يا رب عيلنا الديناصور يا بوش، عيلنا الديناصور. يلا مع السلامة بنات في مال الله. شكرا. الله يبارك في حياتك يطول بعمرك حفظك إن شاء الله هالعيل إن شاء الله يخليهم. الله يا أبوك أنا مصيبة، كل من رمست حد وطري له عمري وطري له هذا، ويكونون يعني ما شاء الله عيال كبار عندهم ما شاء الله ب18 و20، يقول ابوي لا انت هلا تطريها يدتي. عيلنا عاب ويدتك عيلنا الحين كم عمري؟ مليون. انا ترى عمري لمن سناينهم والله والله العظيم. انا مصدق رمسكم كل مره رمس حد قال لي عدوكم هذا. شوفوا وين ضحكنا، هذا وين انخط في الشارع هذا ماشي، هذا كله ما في مش موجود. هالمدرج اللي تشوفونه مش موجود ابدا. من خطفنا قالوا لنا هذاك فوق قصر الشيخ سلطان، هذاك فوق قصر الشيخ سلطان. وهاي الدنيا ابوي ماشي نش امر الشيخ الله يطول بعمره، وقصوا اليبل الثلثين منه ها، وسووا هالمدرج اللي تشوفونه يغني يا ليل ايش اليمين الا ذاك. سبحان الله سبحان الله. يلا انك تحافظه من شيخه طول بعمره. هلال وما غيرك هلال، هلال وما غيرك هلال. على كل سير وكل ييني قالوا انها قصر الشيخ سلطان، وهلال وما غيرك ما كان شيء. والحين ما شاء الله بدال الهلال مليون هلال فيك انت يا خور فكان، مليون هلال وهلال استوى فيها الدار ما شاء الله تبارك الرحمن. مليون مكان مليون شيء مليون موقع، كم بشرح وكم بقول وكم برمس. يا الله يا رب انك تحفظها من دار عسل. شي قال ابوي شتاء انا في الامارات مميز وكل اسبوع بسير بكم بقعه، انا منبوني ما اخلي بقعه. وحينه يا ابوكم ان شاء الله بيكون اشد وادعس ان شاء الله ما بخلي بقعه، ونحن سيرتنا خفيفه نحن كل اسبوع من الله خلقني ما اخلي بقعه. لكن المره هاي عاد مساهمه مني انا، قلت بنقل لكم النقل روحي حي بطريقة خالد الخالدي روحه. المطاعم مكود، وشركات الأجارب مكود، وشركة اليخوت واللنجات والبوانيش مكود، الجولات البحرية والبرية والجبلية. وبصفتي أنا ما شاء الله من الناس ما شاء الله اللي كذي ساروا ويو ونانا وركضنا ودبتنا في هالبقعة من يوم الدنيا الدنيا، فلذلك أنا ملم بكل كبيرة وصغيرة فيها من شرقها لين غربها. كل هالدنيا هاي اللي تشوفونها حاضر على وقت ما تأسست من قبل يوم الدنيا الدنيا من السبعينات، وانا عرعر في هالبقع الاول اني حتى ابتكاسي نوصل لاني انجيج 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 من حبنا للخور وهل الخور. يلا انك تحفظها من الدار. اتوقع انك بتي ما بتلقى طبوي شيء من البنوك موجود، بنوك الدنيا كلها فيه والوزارات والدواير والمين اكبر مينة في الدنيا العودي يوجد فيه شنتي الخور. ايه اكبر مينة بين الفجير والخور والدنيا هاي كلها. واليوم على فكرة اليوم شيء عاد ما في الحسبان، المساء اذا الله جعلنا من الحيين بيكون مسائي في جلبه. ايه برقرامي اليوم طول النهار في جنتي الخور، والمساء روحي من خاطري في خاطري اروح ريحه الطيبين، ريحه صدقاني الاوليين، ريحه ربعي اللي من يوم استوت الدنيا وانا اسير ويا على جلبه. خور زعاب وجلبه يا سلام سلم. ان شاء الله اني اليوم مسائي بيكون في جلبه ان شاء الله. بستعزم عند حد من ربعي الاوليين بعد ما هو عازم اني انا بستعزم، وبعزم عمري عندهم. والله الله فيي سووا لي ابوي في قاعته جنعت. وانت بس هاي حاتي بطلك. سلام عليكم عليهم ربعنا هالعمال. مرحبا مرحبا مرحبا.
طال عمرك طال عمرك غير هاليوم ان شاء الله غير هاليوم حفظك يخليك ان شاء الله. ايه شوف المرحباني حباني صلاح سكر الجامع نفخت لنا روسنا يا ربي من كل قالك افتح الجامع انت حلو يا حلوه حلوين كل العرب حلوين يا صلاح قابوس هاي قابوس قابوس من عمان ما دبي دبي لا هاي هيك كيف شو يعني هذا دبي شايفينهم في دبي انت ايه؟ ما كذبك والله دبي الله عليك يا صلاح ربي يا صلاح هاي بعد ناس تخبه ايه كش تبي كركش ايه ان شاء الله هاي خصوصي خصوصي حق قلت على خصوصي ما بنا بس انت كله ها زين منو بيدفع البيزات انسي يلا منهل ترى على حسابك حاضر هذا بنسير البري هذا حين بري الرابي هذا اللي فوق هذا فوق تبدأ السماء هناك بنسير له ان شاء الله مسوي له مشروع جميل هايكنج مشاي يربط ابوي لبال هذه كلها ايتي العالم تسرح من صباح الله خير بتعرع تخطف الجميم هذه كلها والموقف تحت والناس تصير تلب في الدنيا هذه كلها تبارك الرحمن شوف مشروع جميل هاي الصعدة هذا الطريق اللي فوق اغلب الواحد عاده يصيروا مشاي يخطفوا اللي بال هاي كلها بنربيكم احنا من نوصل ان شاء الله فوق تكشف الخور كامله طالت عماركم الارتفاع اللي نحن فوقه ما يقارب 82 متر من سطح الارض من البحر 82 متر ما بارتفاع عالي هذا المكان ليش سموه برج الرابي سموه برج الرابي طالت عماركم لجل هذه رابيه رابيه اللي هو ارتفاع بسيط اللي يبى الغير والرابي غير بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد الغاسمي الله يحفظه ويطول بعمره عضو المجلس حاكم الشارجة تم ترميم برج الرابي وإعادة تأهيل المنطقة المحيطة به وتفضل سموه بافتتاحه يوم السبت 8 شعبان الموافق 2019 الله يحفظه ويطول بعمره بالعربي والإنجليزي هذا راقد جنة راقد هو يالس زين وهذا المكان اللي تشوفونه كان جميل في منتهى الروعة يشرف طالة عماركم عادة متعارف عليه أن البروي والحصون بالناس في الارتفاعات لأن هاي جايين هايكينج مشي فاللي جايين هاي كلهم يسوون رياضة فالرياضة ما يستعملون كمام أثناء الرياضة نسبة للتنفس والحفاظ على التنفس يعني ما قلت لكم شيء خدمه موجوده الشيوخ ممريب فيها وموجوده عند الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الدكتور الله يطول بعمره امر في كل مكان في احداث وفي حدث وفي معلم من معالم شنتي الخور يكون وقف موظف خاص يخدم كل الموجودين السائر والياي كل بجنسيته بهويته الله يطول عمرك امين يحفظك تعرفنا بعمرك الله خير فوق سلطان العبيدلي مرحبا مرحبا تخطيط المساحه والمشرف على هذا الموقع انت على طول موجود هذه وظيفتي الحمد لله عسبتي كل الناس كل ما اي احد تكون انت في خدمته ان شاء الله يكون في خدمه الجميع ان شاء الله جزاك الله خير جزاك الله خير شو تفيدنا بما يختص البري هذا طبعا انت الان على مطل خور مكان هذا المطل هي نعم كل مدينه سياحيه في العالم لها نعم. مطل حلو هي نعم هذا في المطل طال عمرك برج الرابي يعتبر من احد الابراج الدفاعيه على مدينه خور مكان هي سلسله من الابراج لو تلاحظ هذا الرابي هي نعم عندك هناك ايضا علي بن الشيخ ايضا في زايد حبيبي هذا برج الرابي البروي الثاني وين هذا جبل الشيخ عليه بومه فوق اسمه برج البومه لا لا اسمه جبل الشيخ جبل الشيخ فوقه في بومه معلم اثري قديم ايوه بومه المكان اللي تقدر تشوف فيه المدينه وتكشفها كامل عن يمين ويسار انزين ثم هناك عندك برج المقصار هذاك وهو صار على شكل حصن ويقع على وان شاء الله اني اليوم بوديكم لهذا برج بري المقصار ان شاء الله بنلقط حد هنا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله بنسير له وبنصور له بنصور مثل ما وعدتكم بخطف كل بقعتن فيها احتفاليات ومهرجانات وزي وعلم وخبر في مدام شتانا مميز شتاء الامارات مميز تاكدوا اني بخطف الدنيا كلها ما بخلي بقعه ما بذخر عنكم ذخيره اروم ما اروم ما عندي شغلة شو لا متقاعد لا شغل ولا ضمن كل يوم بسير بقعة كل يوم بسير بقعة بعرعر الدنيا كلها والله يبك ما خلي بكم بقعة لقز الدنيا هذه كلها بيدلي حبيبي بوزايد شوف هذه حينة حدود خور فكان نعم.
هذاك الشارع الرسمي الرئيس الدولي اللي يربط الدولة من الفجيرة لين الشويهات، طبعا الشويهة القلب هناك عند الشويهات، لين السلع ولين حدود الإمارات كلها. هذه طالة عماركم اللي هي الخور الجديدة، وهذا هذه الخور القديمة صح؟ عند وادي الشرق. وين وادي الشرق الحين؟ وين نحن نحن عليه امس القناة المائية. ما شاء الله تتابع ذاك انت؟ القناة المائية. كنت تتابع ولا عرفت؟ ما نتابع. الله يبارك حياتك. هاي القناة المائية. غربها الحارة الغربية اللي فيها ايضا القلعة البرتغالية. هذيك القلعة البرتغالية. وشرقها منطقة شرق اللي هو سوق شرق و وين كنا البارحة؟ ايوه هاي المنطقة. والحصن وعندك ايضا البيوت هذه القديمة كلها. هاي الخور القديمة صح؟ هذا المكان كلها، هذا المكان كله صح؟ هي الخور القديم هاي المنطقة فقط. صح لا طال عمرك الموبايل متوزعين في كل بقعه طال عمرك سواء كانت من زباره وين زباره حين زباره مره شفت هذيك مزارع الاخيره مره لهناك ايوه هذه زباره عقب التلولي عقب يبل الدوره وانت يا دخلت على خرفكان عد لي المكان كله منطقه احياوه القديمه لين توصل هنا لحاره غرب وحاره شرق وكذلك العرب القبائل ساكنين في واديشي وكل هذا الامتداد عيون الماي في كل عين ماي تلقى هناك عرب يعني عرب مجيمين هي والسب شو الناس تتبع الماء من استوت الدنيا كل هالناس تتبع الماء ما حد يصير ابوي وين الظما يتبعون الماء وين وجد الماء وجدت الحياه بحاره الشحوحه هناك ايضا وين من هن يبل السحاب هذا هاي خرفكان هذاك اللي عليها استراحه هاك اللي فوق تنشئ نعم تنشئ حاليا استراحه السحب تسمى استراحه السحب نعم وهذا شو اسمه اليبل هذا يبل السحب في الاصل اسمه جبل حوامي جبل حوامي من الاساس نعم. وخلاف خلفوه نعم. سموه استراحه السحب فوق استراحه السحب اوامر صاحب السمو حاكم الشرق الله يطول بعمره تقام عليه استراحه مكونه فوق. من اكثر ايضا افرع استراحه اولى وثانيه وثالثه بالاضافه الى ان شاء الله في مشاريع راح تقام عليه مشاريع تنمويه ان شاء الله وسياحيه جميل الخور جميل 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 يا ابو زايد الخور جميله بلاد فنان ماشي شرات تدار يا الله ينعم انك تحفظها من الدار ما شاء الله تبارك الرحمن العالم يجون من آخر الدنيا وانتوا بويت فيزر ولا في البيوت اظهروا فروا بالروح العزيزة قبضوا التباعد خلكم متباعدين ما حد قالكم ها عباس على دباس في التباعد سيارة فيها ثلاثة وادم اظهروا سيارتين ثلاث شو المشكلة مقتدر يركب ابوي سيارتين وثلاث واللي ما عنده يركبون الحين ثلاث تنفار يظهرون يتفرجون يصيرون شرق غرب والله يا ابوكم يا الدار ينها تسوى وترزع تستاهل العنوه تستاهل العنوه اللي ما بيظهر ابوي ما في حاسيه ابوي يظهر فر بالروح العزيز يصير ابوي خور فكان دار جميل وفنان واهلها طيبين مسايل واكثر ما فيها المزارع واليبال وفيها المطاوع وفيها الفنانين وفيها الزين وفيها الطرب وفيها الاناس وفيها الرياضه بلد العلماء وبلد الثقافه وبلد الدراسه اكثر بلد فيها مثقفين في الدنيا العوده خور فكان لازم تعرفون هالمعلومه الخور اول بلاد فيها الثقافه في الدنيا العوده سافروا وتغربوا ودرسوا يوم الدنيا دنيا يوم الصبي راقد يوم الحصان رطب بتعطيه خلني اطالع وجهك صد جدايه زين سوري ابو زايد ما علي حسي عالي انا قاعد اشوف هاي الاجواء الحلوه اقول لك ابو زايد انت اظني لبتي للسنتين ابوي فوق هالمكان ما بتمل مكان جميل ناس تدفع بيزات يفتح القلب ايوه انت وين ساكنين؟ الارواح انا طالع من هنا منطقه القادسيه في القادسيه تحت مره للحين ما حاشت اي مشاريع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شو الفرجان اللي عندكم تحت الفرجان الاوليه عد لي يا سلام عد لي الفرجان الاوليه بساميهن يا سلام يلا هذا عندك منطقه شرق هي تتكون من عده ايضا مثل ما يقولون تروم تعلي حسك؟ ايه بليز هذه منطقة شرق مرة تشوفها من عند الوادي وادي شرق وانت مشرق عقب تيك الحارة الغربية حارة غرب عقب تيك ايضا منطقة احياوي تعتبر من المناطق القديمة ومنطقة مديفي ايضا مديفي فريج الشحوح منطقة الشحوح عقب وانت طالع عمرك على يبل الدورة يعتبر من الجبال اللي هي فيها اثار كثيرة وين من وين هذا اليبل اللي شوف صورنا بعيد اي والله شيء عوايل كمروا ما صورها زين وين وصلنا؟ وصلنا طال عمرك عند ليبل هذاك اللي فيه اطلاله حلوه وفي شاطئ لو تلاحظ شاطئ كذي هي روحه اللي هناك يحضنه ليبل هي يا ربي ما زين يسمونه شاطئ سويفه هذا يجيك ايضا راس المحادق راس اللوليه وانت داخل على الشاطئ الجميل
شاطئ اللولية، ها ضروري تزور. وين من هن؟ هذا الشاطئ شوف لهناك لفوق العالي البيابة. نعم نعم. شو هناك؟ خلفها بيوت وخلفها عاب وقبايل، وعندك امتداد لولية هاي جا؟ لولية امتداد ليل زبارة، زبارة بعد فيها ما شاء الله الآثار والقرى التراثية القديمة. إن شاء الله إن شاء الله بنسأل بنخلي حدد لنا المكان وين وبلت عنا. بيوتها القديمة ومسايدها. والله. عمرك نعم. إن شاء الله نبنسي. العرب القبائل كلهم اللي تعرف عليهم يقربون اللي مثلك شرارة. يعلمك تسلم يعلمك. قريب القصير كله طال عمرك يقرب. الحمد لله جزاكم الله خير. أقول لك شو هالحين آلافيون. الالاف وين يجون هاي؟ الحمد لله يعني بأوامر سمو الحاكم الله يحفظه ان ننشئ مسار يمشون عليه الناس يوصل الى قمه الجبل. اي جبل؟ هذا اللي شوف هالعلم اللي فوق، هذا علم عنه فوق شوف اكو واقفين العرب عليه هناك مره فوق اللي بث في علم. هي هي هذا اعلى قمه جبليه في هذه السلسله. كم المسافه هذه؟ كم المسافه؟ 2650 متر ساير بس. 2006 يعني 2 كيلو ونص. ايه وانت راد هذه 5 كيلو و300. لا اله الا الله، يعني ساير جاي 5 كيلو. 5 كيلو. اي. ارتفاع الجبل 395 متر. نعم. يعتبر ارتفاع زين، وعندك اطلاله بحريه جميله. من فوق؟ اي نعم. انت يا منو عاد بيصير فوق اسكنة؟ كل هالعالم هالالاف هاي كلها تصير طال عمرك. تبارك الرحمن. ان شاء الله بعد ما ينقصك شيء ان شاء الله. ان شاء الله اشعلي. الله يحفظك. اعماركم مسار الرابي الجبلي، هذه خارطه عن التفصيليه. تفصيلية. هذا نحن وين الحين؟ ايوه انت الان موجود الحين نحن هذا احنا بوابات فيه. هذا مدخل المسار. انزين. لو تلاحظ اول شيء في البداية يكون خفيف خفيف لين 500 متر خفيف. انزين وخلاص. عقب يبدا الصعود. ركز. يا سلام. ركز 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 ركز. 1000 متر 1500 2000 عقب تنزل على السرج. السرج هذا موقع بحري مطل على البحر. عقب لين 2500 توصل لين هاي القمة. انزين وهالمعلومات ها اللي يبي يتفرج يتفرج. مستوى الصعود رياضي متوسط وانت ما شاء الله حبري. الله اكبر. هذا ها. مسار الرابي الجبلي مساحه، وهذا مدخل طال عمرك. وهذا المدخل. خلينا نمشي شوي بالمدخل لو تحب. تونا وين صورنا المسار؟ هاي بدايته الاطلاله على ما تشوفون اطلاله جبليه، وهذه هذا المسار. ها وين الناس ساير؟ ها وساير وانت ساير وانت ساير تقبض درب. ها شوفوا وين هناك وين ما العرب تمشي. ها وانت ساير لين توصل قمه الجبل هذاك، يعني 5.5 كيلو ساير جاي. ها شوف العالم هناك، شوف العالم افواج 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 افواج. تبارك الرحمن ما شاء الله خير الخالقين. شوف العالم حلي جايين تبارك الرحمن. ها هذا الله يحفظكم يا الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويطول بعمره، وشاف الشيره هذه قال هاي شو مشير؟ قالوا هاي سدر. فامر طال عمر قال مدام هاي بيئه سدر ويظهر السدر هني امر ينزرع شتل السدر دور ما دار هالمكان. وهذا المكان يقول لك هذا اليبل بالذات، اليبل هذا روحه يخضر وقت الوسم يغدي غبه خضراء دون عن اللي بال كلهن بزايد في كل يعني البقاع، لكن هاي البقعه شوي تكون يعني اكثر اكثر تربتها شوي زراعيه. ها. ما تشوف هالمزارع كلها ما شاء الله تحتها. هي ما شاء الله هي هي تخضر الحشايش هاي كلها ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن يا ربي اللي بعد الالاف ما شاء الله يوميا طالعين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ليل الليل ترى يسمون الليل الليل، بعضهم عندهم نايت هايك وبعضهم اللي هو الدي هايك. ليل بنهار طال طال. متى امروا الشيوخ بزراعه المكان كله سدر؟ ما شاء الله صاحب السمو في 13/4 زار المكان وامر ب يعني افتتاحه، والان طال عمرك قبل ايام ايضا زار الله يطول بعمره وامر بعمل مرافق حقه بالاضافه الى عمل في الاستراحه بالاضافه الى زراعه هذه الجبل كله باشجار السدر. الله يطول بعمره ان شاء الله يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف اللواد هنا غرب الله شوفوه شوفوا لي انا شوفوا اللي ترى والله. آه. اي والله هاي الكبادن ما اقول عنهم شيء، هاي قوه العفاريت فيها محبين الجبال هاي. ما شاء الله عليهم خلاص الناس كل ما تبدلت الدنيا تجهم شوي صوب الجبال. حالك براين نصورك؟ ما شاء الله هالبطل منو؟ سلام عليكم. سلم سلم على عمي. شو اسمك؟ علي. والنعم والنعم ابو حسين عن هاليواري عرسن. الله يحفظك حالك الله يسلمك. انت من هالدار؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. تباركت بهالعمران الجميل بهالمدينه الجميله. الله يحفظ ان شاء الله الشيخ سلطان ويطول بعمره يا ربي ومد بجله. امين. مجهد اخونا
الحمد لله. جزاكم الله خير. خدمة الدار وراعي الدار وأهل الدار طال عمرك. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. ما قصر، جزاه الله خير أبو زايد، تخبرنا وجاوبنا على كل شيء، ويداوم يقول لك ليل بنهار ترى هني، ما شاء الله عليك، ما أقول عنك شيء. الله يحفظك. وين من يبي غدا؟ وين تغدى؟ تغدى هني طال عمرك. يبو غداك؟ ونزل البيت طعم، تغدى في البيت. الله يحفظك إن شاء الله. يلا في دعة الرحمن. انت حينه اكرمتنا وحشمتنا وما قصرت، جزاك الله الجنه. طالبين نحن، انت طلبتنا انت نتغدى عندك، نحن طال عمرك الغداء نحن بنتغدى عندك، ما شيء مشكله زين، لكن نحن ما نبغى غداء، نحن نبى بدال غداك تترخص ابوي من مسؤولك، يكون تاخذ ويانا جوله تودينا اول بادي هذاك الرابي، تخبرهم تقولهم واحد رجال يسمونه خالد الخالدي ويبى يتمشى، والله الله فينا اعطونا رخصه. يعلك تسلم، يرخصونك يعلك تسلم. قالت حباركم مكان ما كنا حاطينه في الحسبان، سالنا الرجال قلنا بالامكان الخف، قال لي هذا لين حين ما تم افتتاح المكان هذا، لكن اسمه ابو الكيزان. اسمه ابو الكيزان، بخبركم الحين شو قصه المكان، شو سالفته اول ما نوصل. بين وبين بري الرابي ما يقارب 10 دقائق، لكن بعده لم يتم افتتاحه، نحن دخلنا مال ضراب مال غصب بزور، هاي كلها اللي تشوفون هالخيره. يا سلام سلم، يا سلام سلم، تبارك الرحمن خير الخالقين. هذه كلها الخور، شوي شوي، خف خف، هي انزين، هاي الخور، شوف الخور، شوف الخور، بالله عليكم شوف الخيران على اليسار وعلى اليمين، تبارك الرحمن تبارك الرحمن، هاي كلها مغاصات، كلها مغاصات يتعنون لها من اخر الدنيا. ترى البرتقاليين يوم طمعوا في هالدار من هينه ياهم ابوي، خبر الخيران خبر الخيران، شوفوا شوف السمكان، شوف الدنيا، تبارك الرحمن. عماركم بالدرب اللي نحن تونا جايين، هذه قمة جبل الرابي، وهذه قمة جبل الرابي، نحن كنا هذا يبل الشحس طال عمرك. يبل الشحس هم عباره عن يبلين، وهذاك الرابي وهذا الشحس، ونحن كنا هناك طرف هذاك، كنا تسافل مره سافل اليبل، وهذه جزيره اليريور او القرش. وين من هن؟ هذه الجزيره، هاي الجزيره اسمها جزيره اليريور، واسمها هنا الحين. شو المشاريع اللي بتسوي هنا علي؟ يا طرام علي اسمك؟ ابو زايد. ابو زايد عيل علي منو؟ علي منو؟ فونسو بوكريك القائد البرتغالي، يوم يبي يغزي ويبي ابوي يسرط خور فكان، ابوي يا ابوي من الخور هذا، ها 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 ها، يوم يا وصل. ولان ابوي شوفوا كل بلاد في الدنيا العوده، شوفوا كل بلاد في الدنيا العوده او كل مدينه بيونها الغزاة، يونها تلقط اول شيء المدينه وعقب اليبل، او اول شيء البحر وعقب المدينه، الا خور فكان اول ما تيبال، فرب العالمين حافظنها منذ الخليقه باليبال والبحر، فحصونها منها وفيها. سمعتوا الاغنيه هاشر الكويتي الكويتي، عيونها الله معطيها كحلها منها وفيها، هاي هي خور فكان، يا طرو خور فكان، الله معطنها ابوي بال حصينه، حصن الحصين حافظنها رب العالمين. المنطقه هذه طالت عماركم مطله على جهتين، سلسله جبليه وسلسلة رملية، هذه البقعة المكان يسمونه السري، ما حد يعرف عنه. قرب الله تندوكم آدمي هناك يا سيقوس، شوفوا يا من آخر الدنيا، ما أقول عنك شيء مكواك. زين، فهاي هذا السر، هاي يسمونه السري، ما حد يعرف عنه، حتى هالبلاد ما يعرفون عنه، يعرفون عنه بس البحارة اللي يرتادون البحار، يعرفون المكان هذا، إنه مكان صاد روحه، شفتوا اللي رب العالمين حافظنا هذا بندر، يوم الهويات والطفات بندرت العالم هنيها، هل بالخشب بندروا، وهذا بندر أمان، خلاص ما ييه الموي، ما ييه الطوفان، ما ييه الهويات، ما يقدر لو البحر خب هناك، هاي البقعة القطون البحر طايح صلاني. بكرة إن شاء الله إذا الله راد نحن بنحاول الفندق اللي نحن فيه عطونا طراد، فقالوا إن هناك شيء طرار يدهنمون بوانيش 27 ولا 32 والله ما يندرابن، فبناخذ واحد منهن نحن كمجموعة وبني البحر، بنخطف أبوي سلسلة اليبال هذه كلها بنبتديها، بنخبركم عن البنت وبنت البنت، هذا المكان يطلعون كشات ويطلعون العرب ويطلعون الناس، أخير السمك كان يبون عندهم، لا تتم كوفرة ولا تتم قبابة، ولا كان عدو قبابة، كان عدو قبابة، يجيبوا لسليمان كان عدو قبابة، للمرق شرابة، غنوها أبوي في هذا الخور، لا تقولوا أحد منكم. والحب والاعجاب كم هامت الدنيا في حسن
الرفيصة، وسد وادي الرفيصة مقيمة على منطقة اسمها الرفيصة. الرفيصة اللي هي اسم العين، الرفيصة مورد الماء. الرفيصة يقال عن الرفيصة أيضا الماء اللي يوردونه أكثر عن قبيلتين، أكثر عن نفر، يعني يكون الماء عام ما بخاص لشخص واحد، فلذلك يقال عنه الرفيصة. والرفيصة طالت عماركم بعد الشخص يوم بتنهض عالي أو بتنهض شيء فوق، رفص البنادم الشيء الفلاني انهض على فوق، هذا بعد معنى كلمة الرفيصة. عدة قبائل كانت تسكن قرب نبع الرفيصة، هذا نبع الرفيصة شيء أوادم مساكنين قبل، تحيدون لوادم ما تسكن لقرب لمياها، فالمكان هذا كانت بلاد بزمها وعراها وخلاص متسكر، هذا مع مرور الزمن والوديان توجد بيوتهم تحت المكان هاللي تشوفونه، هذا حين قمرت لبياها غرجت البيوت، ها كل هالبيوت من آلاف السنين موجودة تحت. تم الأول مخازن والرين والثقور، الثقور شرات التشوف عبارة، شفتوا التشوف هاي يسمون الثقور، كانت تسكن فيهم الغزلان والوضيحي وعدد كثير من الحيوانات اللي كانت موجودة في هذاك الآن، ولين اليوم شيء منهن في اليبال موجودة الحيوانات هذه، لكن أغلبية الحيوانات مفترسة، منها مثلا عندك النمر العربي والوشق، الوشق اللي شراته الهر، من أنواع الهريات الوحش، هو الهر الوحش يسمونه هري، من أنواع بشكل على شرات القطو لكنه مفترس، ما يخلي هايش اللي يفترسه، أذني عليهن شعر شي مقطبات أذني قربلات. النمر العربي شيء يوجد هني عندهم، وشيء والذيب الذياب العربيات مع مكودات هني غير نمونة يعون عوايهن دبل عن العواية معاوة الذياب اللي من غير والله اللي تشوفونه هاي يسمونه مقبض مدري، هذا يسمونه مقبض، شيء مقابض اثنين على الرفيصة، هاي رفيصة عين الرفيصة شيء مقابض اثنين عليها، والمقبض هذا مبشرات البري ولا الحصن، البري مكان تخزين السلاح ويوجدون فيه المدافع وتوجد فيه الذخيرة، هذا البري، يا غير المقبض آدمي واحد، المقبض يقبض المكان هذا يقبضه آدمي واحد، مقبض من الشرق ومقبض من الغرب، نفر واحد هذا يكون يطالع أي حد بيجي لبلاد من شرق ولا من غرب، أول من يشوفه اللي على المقبض وينقع صايح، من يزعق ثابت العرب كلها نشوا رجال وعفدوا في ويهمنوا الغزاة. الأول اجتلني واجتلك، كلني وباكلك، ما شيء الأول عيشة صعبة الحين، اللهم مالك الحمد. غير عندهم بعد في نفس المكان هذا شيء جزيرة اسمها جزيرة الغزلان، جزيرة الغزلان ما بأي غزلان، غزلان تحرم شرات الآدمي، غزلانهم شرات الأوادم، كان ريت ما يفلن يسيرن ويين ويا الهوش ويا الأوادم، وين يسيرون الأوادم هني يسيرن وياهم، ما يفلن، فلذاك سموهن الغزلان الآدميات، يعني اللي حالهن حال أوادم ما يتروعن ما يفلن، تتعرفون الضباء والغزلان أدنات الدوني يفلهن، وين ما تشوف الغزال ركض مسير يومين ما تلقى ما يقرب العرب، الغزال أكثر شيء حذر هو الضبي، فلذلك قنيت فيه الأغاني والعدة فيه الشعر القصايد، يا غير الضبي اللي عندهم هالغزال اللي فيه موجود في البلاد شرات الآدمي يسمونه إنسي، إنسي ما يجارب العرب، أي شيء إنسي هو اللي يجارب العرب. مبسوط؟ مبسوط؟ رقم واحد؟ مية. إيه هذه بوي استراحة الرفيصة، هذه بوي حين لها 3 أو 4 سنين وافتتحت أظني من جريبة، يعني تم افتتاح مكانها جميل في منتهى الروعة، مكان في منتهى الروعة، وايد فنان مكان، وفي الكاياك هناك والناس تسير تتجول، في فعاليات كثيرة وفي الطرق، وفي يعني مكان يرزى ويستاهل من يجي، يرزى ويستاهل من يجي، قيض وش تطلق ما تعرفون، ما شيء أبوي استوى عبث ولا شيء منه والطريق استوى، كل بأوامر صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، دكتور سلطان بن محمد القاسمي، تشجيع أنا من هذا كله للسياحة، كلها سياحة في بلادي، فما بالك سياحة في الشارجة.
لذلك الشارجة ما شاء الله متميزة بمساحتها الكبيرة وتضاريسها، عندها الجبل، عندهم ليبال، وعندهم الوديان، وعندهم السهول، وعندهم المياه، وعندهم الحياة البرية والبيئة الجبلية، كل شيء يوجد في شنتية الشارجة ما شاء الله. والشيخ سلطان الله يحفظه من دبجلة يعني أمر بإقامة السدود والوديان والبنيان والمشاريع كلها للسياحة، دعم للسياحة، هذا كله دعم للسياحة. أبوي اسمه مطعم سد الرفيصة، مطعم سد الرفيصة، هذا طوله طول وعرض عرض، يميع لك اللي عندهم غدا وعشاء. هذا ريوق بلاليط ودنقة وخمير ودبس وجبن وكل شيء. تعال تمارا نامك يا قمران، ما شاء الله عليك قمران. شو في أكل عندكم؟ في أكل بلاليط، في بجلة، شباب، هي انزين. وبعد غدا؟ غدا في باستا، سلطه، برجر، ان شاء الله في برياني، ان شاء الله. هي وعشاء في الليل؟ ايوه في من كورس، في روبيان، سمك، كل شيء عندكم. وين ارباب مال انت؟ ارباب؟ هي ارباب ممكن منو بلاد ارباب؟ بلاد من وين ارباب؟ بوس من وين؟ هي زين، سلم عليه. حليله هيئة الإنماء التجاري والسياحي، هذا تابع للشارجة، هذا تابع حكومة الشارجة، كله تبع السياحة. هذا مسوين المسايد وحاطين مكتب بعد مال قايد مسيد، وحاطين مكتب هناك فيه مرشدين سياحيين، هذا كله بلاش، هذه كلها الخدمة بلاش، كلها الخدمة بلاش مسوينها للسواح اللي بيون قايد، كل حد ويا حد ولا شياته ومشي أماكن للصلاة للنساء وللرجال، وشيء كل شيء موفرت لنا الحكومه. هل بالسياحه مال الشارجه ما بمقصرين، كل شيء موفرينه، الباركنات لذوي الهمم لذوي الاحتياجات، للويل تشيرز، كل شيء موجود، والباركنات على مد النظر، على مد النظر، تحت وفوق في كل مكان الباركنات. تبارك الرحمن، يجزاهم الله الجنه، يجزاهم الله كل خير على كل هالمعروف اللي سووه. بكلام هذا المكان احنا جايبينكم نرويكم اياه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. تم بحمد الله ترميم قرية نجد المقصار. هذه قرية بزمها وعراها بلاد كانت، زين، بلاد كانت بزمها وعراها. يا أبوي أمر الشيخ يوم شاف فم أبوي البيوت تهردمت وطاحت أطرافها، أمر الشيخ ترميم القرية مثل ما كانت في أول الزمان، قال ردوها مثل ما كانت، أمر من الشيخ الدكتور سلطان، أمر الشيخ وبجيل يا رب ارحم، اشتغلوا ليل بنهار، وهذه قرية المقصار جاهزة. معلومة جليل اللي يعرفها، سد الرفيصة اللي كنا فيه يسقي الوادي هذا، الوادي هذا اسمه واديشي يسقي انت يسو يا خورفكان، فهمتوا كيف؟ لا تقولون ما حب فهمكم، لا تقولون فهميه، يا ويل اللي قلنا فهمي عقب هالرمسك الله. زين، فيا حادي الركبي قف بي تمهل، فهذه خورفكاني وماءها العذبي يروي كل ضمياني، هذه بوي ماءها العذبي يروي كل ضمياني، والضميان وين؟ في الخور، هاي جوي الخور، وهذا ماءها العذب، هذا بوي مكانه في واديشي اسمها روحه يا ابوكم، فن وطرب واناسه وخير ورزق، واديشي. شو تحرون ويسجبوا خورفكاني، هايج خورفكان، وهذا واديشي. ذاك اللي تشوفونه بري الرابي اللي كنا فيه مساعه، اللي كنا عند بري الرابي هذاك، شوفوا لا تقول ما قلنا لكم يحرج جهه البحر، وهذا طالت عماركم بري المقصار. بري المقصار وين؟ كيف يتخابرون؟ الحين يا عدو جايينهم من البحر، لبقوا ضو ولا طلقوا نار ولا سووا اي شيء. فهذا اللي في البري، بري المقصار يستخبرون، فياخذون احتياطاتهم ويثيبون بويه هل بري الرابي، فيتوالفون، فجايينهم مثلا ضيف، جاي خبر عزاء، حد ميت، حد غازي، جايينهم شيخ، جايينهم ضيف، يطلع الصايح الزقر من هناك، من البري اللي هناك، من البري هذاك، بري الرابي،
ومن يسمعون شافوا لدخانه نشوا ابوي هايل نيشانهم نام استخبروا لبقوا ضوء بعد ظهروا لدخانه ولا طرقوا رصاص خلاص ياهم الخبر. هذا السوشيال ميديا الاول ايش التحرر. ابوي شوفوا هذا درب يودي لمنو للي بيصير لين فوق، هذا جولف كار واللي عنده عربانه واللي سيكل، يعني ما بمقصر الشيخ الله يحفظه ويطول بعمره. اما ربوي المهم ذلل كل الصعاب، الانسان العود والكبير في السن وهذا هذا يقبضون الدرب، هذا شيء ابوي جولف كار توديك لين فوق، ونحن عاده صاحين 16 انا، هذا ابوي ما قبضها الدرب الصاحين، هذا الدرب الصاحين، وهذا تشوفونه عباره عن 9 غرف فندقيه. 9 غرف فندقية هاي اللي تشوفوا غرف بنسير بنرويكم إياهن، غرف كهربهن وحماماتن ومسايد وعلم وخبر. شو التحرون والله يا أبوكم يا الشيخ سلطان، ما بمقصر في حد لا في خارج الدولة ولا داخلها، كيف يعني ما قصر في برا الدولة بيقصر في بلاد اللي داخل؟ هذا شوفوا الدنيا سوالكم كل شيء. إذا طالت عماركم مخزن، مخزن ذخيرة، مخزن سلاح، هذا اللي تشوفونه، وهذا بارك الله فيكم مسيد، هذا المحراب، محراب حصة منحوت، رجالهم أبوي ريالهم عن 10 في خور فكان، يقولك ريالهم عن 10 أبدا، لو يدفع المحمل يدفع له بصدره، ريال من خور فكان بصدره بس دفع محمل لين آخر الدنيا مرة، لا يود لا بر ولا بحر. عسبتي رجال خور فكان ريالهم عن 10 تبارك الرحمن ما شاء الله عليهم. وهذه المباني الله يحفظكم اللي تشوفونهن لبويتاتها الحجيراتها الحجر هايل الأول. أمر الشيخ شو قال الشيخ؟ الحين بخبركم، بعد تخبرهم الشيخ قالهم بخبركم، يطري عاد هالمقصار نجد المقصار، قال لهم كم أنقاض بيت موجودة، كم حجرة كان في هالمكان، كم منزل، قالوا طال عمرك شيء موجودات أنقاض 9 منازل، قال على كل منزل رمموا بيت، كل أنقاض منزل من هالمنازل صمموا بيت غرف فندقية فخمة وصمموه. طالت عماركم وحين مؤثثات بمكيفات وفراشن على السلك الأولي، سراير الأولية، لصر الأولية، الأوليات، وعليه تشوفونهن هذا الدعون وشندل، شندل أفريقي، شندلهم هذا أفريقي، هذا الشندل الأفريقي، وحبال كمبار لا تقولون ما حد قالكم، وتريكات بعد اللي ما يعرف التريك يدور له دار غير هالدار. هذا ابوي المسكن، هذا ما تشوفونه، هذا اول ماتي، هاي عاده اطلالتين، اطلاله وحده على الوادي، ها هاي اطلاله ما شاء الله عماركم، اطلاله وحده، هاي اطلاله، هاي اطلاله على الوادي، مخطف وادي بنخيل وهمبال ومي وما شاء الله تبارك، وهذه طالت عماركم دوه كوار حق شوي ابو شوي، ها والمقاسل والدنيا وهبه الريح وما شاء الله تبارك الرحمن، ها هذا عن النمط الأولي، ها وهذا الباب، هاي الحجر اللي من هاي عاد قيد الإنشاء اللي ذهبات أبوي ما حد طاع يفتح لنا، قال أبوي نحن ما نرم اللي متوا بيجين طريقة رسمية، أنتوا جايين أبوي إلا روحكم تتكشتون، نحن أبوي ما نرم نفتح حق حد جاي يتكشت، نحن أبوي نروم كانكم مستاجرين بنفتح لكم، بتستاجرون بنفتح لكم، جايين حد مطرشنكم بنعطيكم المفتاح، لكن جايين منا والدرب ما نروم أبوي سامحونا. قلنا لهم اسمح الله دمكم مشكورين وما قصرتوا، قالوا هالحجر اللي ما فيهن ديكور وتوهم مبنايات سيروا طالعوهن زويتهن وقطيعهن وعلمهن وخبرهن، ها هاي الزوية وهذا الحمام، هذا على ما تشوفون، ها هذا ابوي المسبح بعلمه وخبره في شيء فنان، ها 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 جولدن بعد منو يروم عليكم ابوي هالخور، هاي ابوي يقول لك ما تنقز الا السمين، قوريج قوريج بارك الله، هاي الروشنه سمعت روزنة وروزنة حطوها في شرف وغرف ما يازت عن طرارته، هاي روزنة تحط الأول دمي وصورتي لسم لهم، يا الله مرة يا الله ما الله روزنة بيبي روزنة بيبي، هاي لها قصة بعد خروفة نعدها عليكم خلاف إن شاء الله في القريب العاجل. هذا ما شاء الله تبارك الرحمن تختبند، هذا التختبند الأولي، تختبند الأولي هذا هو، لا تقولوا ما رويت اللي يعني عبارة الفور سيلينج الحديث، ولي نطري وادي الرفيصة، وادي الرفيصة يظهر أبوي من هذا المكان، هذا مجرى، هذا مجرى واديشي، واديشي يمشي سيد ويمتد، ها 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 يخطف وين هاك القاف ويسجي النخيل هذه كلها انزين، ويخطف يوصل لين قرية يسموها قرية الحناطبة، قرية الحناطبة الشعبية بلاد ما سمعتوا الحنطوبي والحنطوبي والحنطوبي والحنطوبي، الحين بنرويكم مسكنهم الأصلي، يوم تسمعوا به حصن
نجد المقصار، هذا ابوي الحصن وهذاك ابوي اللي وياه بري، يوم حصن ويا بري، هذا الحصن وهذا البري، البري غير والحصن غير، هذا الحصن الحين محاصنين به البري بكبره اللي هو يحرس الدنيا كلها، والحناطيب والحنطوبي والحنطوبي الاول هابوا من هم مساكنهم اللي تشوفونهن، هاي نحن فيهن، ها كلهن من مساكن الحناطبه، هاي كلها الاول مساكنهم. وامر الشيخ الله يطول بعمره قال ابوي قيموا مكان ابوي عن الانقاض بيوت فنانه واجروهن على على حسب الشركه اللي بتقبض بتسوي مشروع سكني فنان للسواح، والحنات هناك ابوي بنولهم، حد ابوي صار الفجيره وحد ابوي تم مسكنه، وهذه طالت عماركم مجرى الوادي، شوفوا وين، شوفوا وين، هذا واديشي، واديشي طالع وين يمشي، واديشي وصب في شنتي الخور ناك، وهذا كم مخطفه قالك عمار كم منطقه طويل عريضه، ساحل، ساحل طويل عريض اسمه ساحل اللؤلؤيه، البلاد اللي جاي منها الساحل هذا اسمها لوليه، لوليه تخط من عالي، انا اول مره ادخلها لوليه، والشاطئ هذا اسمه شاطئ اللؤلؤيه، هذا امر الشيخ انه يتسمى بهالاسم هالمكان الطويل العريض. هذه الخيام اللي تشوفونها، هذه خيمة وهذه خيمة، هذيل الله يحفظكم يستاجرون هنا منو السواح اللي يجون لجانب، وهيل يستاجرون المكان باللجار، من يجرونه يجرون يوز كناو فيه، يحافظ على إيران بعدك هوا لا لا بنيكم بني بصور بصور بخلص بيربس وياكم عمري. لا خليت مرحبا وسهلا مرحبا بشرب من قهوتكم بسولف وياكم ما شاء الله يجمع الوادم انتم ما شاء الله مكثركم هذا طال عمرك الوالد والوالده والعيال والاحفاد كلهم الله يحفظهم الله. نعم انتم من هالوين هلولية انتم سكان لولية نعم طال عمرك ايوه والشاطئ هذا الشاطئ اللؤلؤية نعم لؤلؤية طال عمرك ما شاء الله نعم. ما شاء الله على الابطال هيا شو اساميهم شو اسمك عبد الله لا مشاري مشاري عبد الله ايه ايه خليفة والنعم هذه مريم مريم الريم وهذه فاطمة فاطمة وهذه فرح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زايد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظهم اصبر عاد علي بعد شوي خلني اصور انا وخلاف انت بتصور ما شاء الله شو شو يابي غداكم نعم شو غداكم اليوم غدا طحين لحم لحم اشكر فنك يبي حمل البلاد هاي اشكر فنك اشكر يا عمركم الطول ان شاء الله شو اسمك انت قلتي منيره لا قولي اسمي ميره ولا منيره منيره ما بمالنا لا حد يوم بيذكرونك منيره قولي لا انا ما باسمي منيره اسمي منيره منيره شو اسمك؟ منيره اشكر فنك وهذا نهيان نهيان شو كاسر نهيديك؟ محترق احترج ما فيك حيله ما تشوف شر حليلها هاي تعالي الو شو اسمك؟ زينب زينب من وين؟ اثيوبيا ما شاء الله عليك يا زينب كم تعالي كم سنة الحين أنت موجودة؟ أنا؟ هي ثلاث سنين معرسة زينب؟ في هناك ريال؟ ريال هناك ولا هني ريال؟ ما في زواج؟ ليش؟ يا ربي ليش يا زينب؟ ليش يا زينب؟ الله يحفظهم ما شاء الله ما شاء الله طالت عماركم اليلسة الله يطول سلم على أهلك سلم على أهلك حبيبي هاي اليلسة اللي نحن فيها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يلزه فنانة بدلالنا يلزه رقم واحد ما شاء الله انت ريحين صلاح عادي هذا البحار هذا شاطئ اللولوية ويستاجرون الوادم الخيام اللي هنمونه واللي عنده عزاب واللي عنده بيوت يعني المكان فنان يعني كل عوائل أغلبية 99% كل عوائل ونحن هني بيبو غدانا بنتغدى عادة شو الغداء؟ ها؟ أموي قد 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 شو يعني؟ أموي قد أنت قد قد هامور؟ أموي قد قد زين شو عليه؟ أنت أموي قد قد قايلين أموي لا لحم لا حد يسوي لنا ما نبى إلا سمك ما يندرى يعني قلنا نبى مشواي ومقلى وصالونة المهم كل شيء يبون لنا سمك لا تبون أي شيء من لحم لا لحم أبيض ولا لحم حمر
هذا غدانا، هذا غدانا، طلعت عماركم كوفر وربيان وحبول وسلطات وما تشتهي النفس. ها وهذا بعد صينية ثانية، ما شوف أقولكم، ربيان وانقار، ما في شيء في الدنيا اللي حاطين جميع السحوح والدنيا. ها وهاي سمكة مشواية، يا حافظ شوف اسمها تركب تكوى، تكوى هاي تكوى، هاي تكوى والتكوى هاي التكوى، لا تقول ما حد قالكم هاي سمكة المشواية. ها صلاح، صلاح ما تبغى غدا انت؟ تبغى روحك تغدى؟ ان شاء الله. ها صلاح الحين زعل، شو قال لك الحين؟ شو تقول لي انت؟ منو ارباب؟ شو قلت لي؟ شو قلت لي؟ انت يا بابا، يا بابا ما اسمعك بابا، لا انا بابا انت الارباب ايش سمعت؟ يوم يقول لك منو الارباب الحين؟ يقول يا ولد مالك خبالي، مالك الحين انت شو سالته؟ شو سالته؟ لا انت الحين شو سالته؟ ارباب. منو ارباب؟ قلت له اي يسالك، يقول له خالد ارباب ولا انا ارباب؟ قال له خالد. فتن عليه فتنس وتسب، شو يبغى غرشة كريم سوداء. ما برايبين نحترج الحين، شوف العالم ما شاء الله، عالم ما تم مكان كله يعني الساحل طول طول عرضه عرضه. اقول لكم الخور روح فيها من لعيبة المنتخب خمسة: بدر صالح، عبد الله سلطان، خليل غانم، مبارك غانم، حسين عبد الوهاب في مجال الغناء، حسين الجسمي، فايز السعيد. شو بقولكم ما شاء الله عليك الخور. في التمثيل يوسف الكعبي يقدم برنامج المسمار، محمد اسماعيل. في الإعلام عدنان حمد، اسماعيل عبد الله تلفزيون ابو ظبي، خليل المنصوري تلفزيون الشارجه، صالح الجسمي جريده البيان. وفي الاخراج عبد الله القاضي، عبد الرحمن الصالح. في الالحان محمد الاحمد، فهد الجسمي. في الغضاء شو بقولكم، وفي الشعر احمد راشد ثاني. وفي الفن والرسم الصوره تحيدونها اللي في متحف اللوفر، احمد ابراهيم صاحب اللوحه اللوفريه. ابوك غيظ من فيض، الاف مؤلفه، آلاف مؤلفة تبارك الرحمن، كل هم من الخور ظاهرين، كل هم من الخور. هذا من غير اللي نسيتم، من غير اللي من قضى نحبه منهم باجي من ينتظر. هي شو بقولكم تبارك الرحمن ما شاء الله. عليكم السلام. حياكم الله. شو اللي بي ما بيقول اسمه لي؟ شو اسمك؟ محمد. والنعم اي صف؟ ها؟ اي صف؟ ثاني. ثاني، ها كنت دورة العيد لو كنت دورة عادية؟ كنت دورة عادية. واللي هاي البنية شو اسمك؟ ديمة. ديمة وانت؟ خميس. وانت؟ حسن. كنا عادي العيد لابسين ولا كنا عادي العاديات؟ تعرفون هذا منو يضحك؟ صلاح. صلاح صلاح صلاح، هاي الفانزاتك يا صلاح. شو اسمك؟ شو اسمك؟ حبيب. زين وين ساكنين احمد؟ مديفي. مديفي؟ زين يلا تعال نصور. طالع عاد قول تشيز. تشيز. ثانك يو. يلا. صورني؟ شو عد الرأس؟ عد الرأس هذا زين؟ يلا يلا طيب لا تخبر. شو اسمهم؟ شو اسمك انت صغيروني؟ شو اسمك حبيبي؟ شو اسمك؟ فهد طوفان النقدي. وانت؟ والله والنعم. ايش حالك حبيبي؟ انت شو اسمك؟ سعيد فهد سعيد طوفان النقدي. والنعم. ايش قال عرفت انه مكاننا نحن؟ شفنا سنابك. من السناب؟ تعال تعال ياي. وانت بعد؟ يا سلام على الشباب. اي صف انت؟ اي صف؟ صف كم؟ صف اول. وانت؟ ثاني. احلف. وين ظلوسك؟ الظلوس وين؟ اشوف ظلوسك. قول تشيز. الله ظهرتنا من الله يا ابوكم من الصبح تونا جايين الحين، لا خلينا شرق ولا غرب، ترترنا الدنيا كلها، تعب لي في الدنيا كله فيه والله يا ابوك، ما اسوى شيء من كثر التعب. وهذا حين وقعتنا وين وين طلع حجرة صالح.
صلاح هذه اللي تحت وحجرة منهل وهذا قسمين اللي فوق. رهن كل فلة عبارة عن غرفتين تحت وغرفتين فوق، اللي فوق قسم واحد واللي تحت قسمين على امتداد هالأماكن كلها. وهاك الفندق روح، وهاي الرملة، ترى عشرات الفنادق، عشرات الفنادق موجودة، عشرات، لا بفندق ولا بفندقين، عشرات، والمرافق والدنيا والبنايات والشقق السكنية، كل شيء كل شيء كل شيء موجود، تبارك الرحمن ما شاء الله. فعاليات عديدة، جميع الأشياء هاي، شيء طرادات ما أدري طيرن فوق، وشيء يرن باراشوت، وشيء ما أدري شو أشياء عندهم لا تعد ولا تحصى من كثرها، وايد فعاليات كلها تأخذ العقل. ها طراد كنا، له طراد، له يخت، ما تعرف طيارة بحرية، والله ولا تعرف لها شيء، لكن المهم شيء جميل وفنان. ظني هذا تبع الفندق كنا، المهم أبوي كل شيء فنان عندهم. ذاك وين الشلال، كل شيء جميل، كل شيء مميز، وكل فنان. هي والله الشارجة ما شاء الله تبارك الرحمن، يا الله يا رب تحفظها من دار. هنا طالت عماركم ضيوف اثنين، هذا الشاب وهذا الشاب، شو اسمك؟ اسمي راشد. وانت؟ سيف. شو جايبي لي؟ رنجينة. رنجينة، شكرا شكرا على هالرنجينة المميزة، شكرا على الهدية. هذا ما تحلى القهوة إلا مع رنجينتنا من عند هالحساب وهالجماعة اللي مطلشينه. هذا حسابهم وهاي رنجينتهم، شكرا جزيلا. رنجينة محطوط على وجهها فستق ومعدلة ومزينة مرتبة، شكرا جزيلا، شكرا. بعد نمونتين، ها ما شاء الله، ها نوع غير ونوع غير. شوكلت بالرنجينة ولا بس رنجينة؟ ورقي. اوكي حبيبي، يلا تصور، يلا. دراني يا صلاح، وين تبغانا نسير انت الحين؟ وين تبغانا نسير؟ وين تبغانا نسير؟ الاولية وحين هاي الدلة الثانية متبوزة لين عينها. اجيب قهوة اللي تغني لي. ايه قهوة غير نمونة، طعمها محومة. ما لذها وما زينها وما خلني لا ريحة حتى. يلا سلام تفانية للا أنا وصلاح. إنزين صليح، شو الأخبار؟ شو العلوم؟ إيه. شو عندك من القصيدة اليوم؟ وش في؟ قصيدة واحدة عدلنا لو قصيدة. قصيدة واحدة صلاح، شو رأيك؟ في الحب نبه، في الحب شو رأيك أنت؟ الله كريم. الله كريم. ما بتعد القصيدة؟ القصيدة اللي في الحب هايك زينة الأولية. علي كريم. الله كريم، يقول الله كريم، ما باليد حيل. ما اسمعك. بعثينا بحال صح؟ شو؟ لا. وين؟ دم جز أنا. بس الجيم أنت؟ بحال. في وين؟ بكرة الصبح. بكرة يعني؟ إيه بكرة بنسير جولة. بحال. بنسير بحر جولة يخت. يخت. على هواك. سيارة بغيت. سيارة يسير البحر. إبراهيم السلام عليكم. How are you؟ كيف الحال؟ أهلين وسهلين. ما بهيك الحال. ابراهيم بخير يسرك حاله صراحه. يلسعد وين بسير هناك؟ انا بنا اخوك ما يلسعد دالي. شو هالحب انت هالكثر في ابو ابراهيم؟ بس كلام، وانا ما تسوي وياي كلام. سر سيري لسراك، سر بيموت على هالمنهل، بيموت عليه. ها وين بسيرون؟ شو هالصداقه هالكثر؟ صلاح ابوي ترى ما صادق حد بلاش بعد. انا نسيت اخبرك يتنا هدية بساعة. يتنا ابويا كريتينات اثنين رقينا من هل من هل يبها بالله يفكيها توني ابوي. فتحت ابوي ويه الكرتون الاولي وطعم تنتين، الكرتون الثاني وطعم تنتين. امين. ورقين تن فنانة هل مطرشين هم ما اعرف هناك ابو ابراهيم. هاي وحدة هذا دعاية، هب دعاية، هو مال بلاش يعني مال دعم بلاي دعاية لك بلاي بيزات عسبها الصغاري في غارة اليوم. هذا أبوي نوع بالشوكولت وإن
والكوفي زين هب الشوكليت وكاكاو وهذه رنقينا العادي اللي هي بالقناد والفستق وكل شيء يعني وايد لذيذ بعد لطمت لي هنتين من هاي لها صلاح تبي تمنع هذا ولا نوع هذا لا انا تبين هذا واحد بس بس عطى يلا انا بصبر ما وحال هذوب سيده من تبي من هاي انت انا كنت لطمت ابوي اربع بس علي من هذا اي قبل لي شو اسمه اسد تعال ياي رنقينه بنعطيك وحده بس دوك بطا بعد ما اقول لك شيء ها شكرا بابي بعد شكرا سلام هي لا تبذر الفنيال قطره هي لا تمزره شوي بس انا واحد شرب هي ها حطون قطره ها هذا صب اللوادم حب تمزر ما دم مضروسي ليبزر الفنيال ليتكم اللي تطالبون اللي انا اشوفه هذا انا تخيله هذا انا وهم اهم شيء يعني على فكره يعني هذا التصوير كله مخصوص حق رويكم لبسه لاي درجه يعني يا الله انك تحفظني وتخليني يا الله يا رب سبحانك يا رب سبحان من صورك يا ولد احمد سبحان من صورك يا ابو محمد ايش قال يا اخي لا صبر نسوي تصوير ثاني جي لا اخي ايوه سبحان من صورك يا ولد احمد تبارك ما يسد كل العلبه يا ابوكم العلبه شحو زين لا والله لا زين ولا علي منكم فنان محشراتي في الدنيا العود ها والله اني مشخص طول وعرض وسقبه ايه حافظ على شو رجوتي انت رجوتي روح لما قالوا المصريين حياكل حته زي اقول لكم تعرفون سارين سارين كورنيش الخور تمشى كورنيش الخور شو السبب الوقت تاخر وقلنا العشاء وطعطعنا ونطح يعني طعطع كنا وايد ابطينا وتقهوينا وسولفنا ورمسنا وعندكم دونكم ان شاء الله يضل جعلنا الحين بنسير الله يحفظكم كرنيش خرفة كان أنا ما تديت الكرنيش الجديد يقولون شيء ستاربكسات هناك وشيء كوفيات وشيء وشيء وعلم وخبر وقلت حتى ما بلبس سفرة وقال حق أبين سبورت حالي حال الشباب يعني الرأس زلفه مصبوق الويه مصقول وشوخ هذي هذا الله يحفظكم الحين الساعة كم الساعة 10 الساعة 9 أظني خلص الفيلم هذا وين الباحث نحن كنا وين العالم وين ذي وين العالم هذا المدرج اللي هو مسرح خور فكان شيء جميل في منتهى الروعة والله شيء له اسم حن ورنة تبارك الرحمن وهذا الشلال مرة في ينب في طرف قصر الشيخ الله يطول بعمره هذا الشلال عالم خري مري عداله كلها تي من آخر الدنيا منظر في منتهى الروعة تبارك الرحمن منكم يحاتي بطنة هالمطاعم والكافيهات وين ما تصير على اليمين واليسار هاي المطاعم والكافيهات شيء جديد منهن وشيء عمره من عشرات السنين شيء العريق وشيء الجديد وشيء المدير وشيء اللي توى مستوي توى تحت الإنشاء ناهيك عن اللي بيستوي مستقبلا عشرات الفنادق والمشاريع الضخمة لو بنشرح لكم نحن ما نقطنا حد يخبرنا ولا بنخبركم وايد والله الجماعة اللي في السوشيال ميديا ما شاء الله عليهم ما بمقصرين والجهات الإعلامية ذاكرة المواضيع هاي غير أنا ما أتذكر شو ما هذا لأني ما عندي الديتيلز كامل اللي أسمعه ترى أخبركم عنه والصيدليات والدنيا والعيادات شو بقولكم كافيهات في كل مكان كل شيء موجود عندهم أقول لك لو يربع وراك كلب ما بتلقط حصاه فرب هالكلب يا ابوكم من نظافة المكان كرنيش يلق بكبره ما تلقط شيء طايح حتى ورقة كلينكس ما تلقط ما تلقط اي شيء حصاه تفربها كلب ما بتلقط البحر مره طايح هذا اليوم مقاهي ولا تمت بوتيكات وايد الاشياء تراني يا ربي يا ستاربكس مكبره شرات اللي في نيويورك احجامها نبدا كل واحد تحرى حفيز بالكبره
ما شاء الله تبارك الرحمن. ابدا مر على البحر. عاده في الاماكن الاسواق والاستراحات تشوف يعني صيدليه، تشوف محل بيع تيشيرتات او كيك، او لكن تشوف مكان مرسم اول مره انا اشوف. لكن اتوقع ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بنكمل لفتنا بني المكان هذا الطالع. اعتقد هذا داخل اشوف ما شاء الله كل شباب مواطنين. اتوقع المشروع هذا لحد مواطن بيكون رسام، هذا شيء اسمه محمد مندي ما ادري، المهم انخف عليه برد انحرادي. صلاح مين هايل؟ ما تعرف اللي يميز كورنيش خرفكان الاستراحات العديدة اللي فيه، مسايد، أندية، نوادي بعد من غير مناك مال جولف وما أدري شو مال طاير ومال سلة، والممشى الجميل، وعندك ممشى ترابي وممشى خشبي وممشى الاسفنجي هذا. ناهيك عن الممشى هذا الجرانيت، ممشى نظيف تبارك الرحمن، متعوب إنارة دور ما دار المكان. من نزلنا سيارتنا نحن نمشي أكثر عن 45 دقيقة لين الحين. مكان تبارك الرحمن أغلبه كله عوائل، أغلبه كله عوائل، عيال هناك يلعبون، هناك نوادي مال قدم وما يعني وايد أشياء جميلة، والمكان فنان. واليوم دوقة بشير، اليوم دوقة، ما شيء مهب ولا شيء، هو دوقة صختن وحده، لكن ما شيء حر ولا شيء زود برد. العمر اللي بنور كرنيش الخور. يا ربي ما تشربك، ليش تشرب؟ ليش تشرب؟ طال عمرك انت نور الظلام. هي انت وش يقول لك؟ تعرف مسيلم الكذاب؟ ما اعرفه. يا ربي ما تشربك، قالوا كل ذيعه تنقص هذا، كل ذيعه جبار، وانت جبروتك يا في كذبك. لا عين ابو هالليتات كلها عين ابو. طال عمرك اذا انت تصابها تبند. يا ربي ما تشربك. الله يحفظك. تعال شو اسمك انت؟ احمد السعد يا طويل العمر. وانا اسمي خالد الخالدي. تاج على الراس. الله لا خلا انا مقتر اسوي سوالف وياك لا تخفي خاطرك. طال عمرك. مرحبا. انت مرت مشتي اليوم، كنت دور اصوف. لحظه. هي والله. اما العامله جديده؟ لا انا جديده طويل العمر. انت ايش لك انت؟ ما فصلت كنادير صوف اكثر من سنه، سنتين يمكن، سنتين او ثلاث بعد. ما فصلت كنادير صوف، سنة ناوية أفصل. زين زين. كنادير الصوف أبوي ما يبدلونهن كل يوم كل سنة، كنادير الصوف كل 5-6 سنين خاطب واحد ولا هنتين فوق الباجيات. بس عاد مثل ما يقول لك الحجم يزيد وينقص. شوف أنت. يعني طولت ونك؟ لا ما طولت مرة، ها تنترس مثل ما يقول لك. الله يحفظكم حبيبي في دعة الرحمن، الله يحفظكم. ومن الأشياء النوادر اللي موجودة في جنتي الخور محل نادر بعد. يجيب الأشياء النادرة اللي مش موجودة إلا في الأماكن الفيمس عندهم والمميزة اللي في لندن واللي في سويسرا واللي في إيطاليا واللي في ألمانيا. المحل هذا يقولونه السويتات، يعني الشوكليتس والشيبس والبافاك، ما بافاك الأشياء هذه يعني، والأجبان، أي شيء نادر يقولون موجود عنده، يقولون في 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 ذمة من قال. شوفوا دورة المياه على ما تشوفونهم ما شاء الله على امتداد الكرنيش، وين ما تصيرون دورات مياه وكافيهات واستراحات يعني. صلاح مبسوط؟ شو تطالع الحين انت؟ ماشي. شو تطالع؟ منو مطرشل لك رسالة؟ ماشي. حق منو طرش هالكتب؟ ماشي. ما كذبك؟ ماشي. لا ماشي. بس هو الشاهد يعني. عشاء ودحة الماي، اسمعوا صوت الماي بالله عليكم. شوف قاعد ترش الماي، وهناك الكافيهات والدنيا، شوف ما شاء الله، شوف مطاعم، لا يهتم ابوي مطعم في الدنيا وكلها مطاعم عالمية، ما ادري هذا شو يسمونها، وهذاك بعد شو اسمه هذا؟
بابوه على مدينة الهندي وعالم والله عنده، ونحب نسير مطعم الطرف هذاك لفت انتباهي فيها سوشي، بناكل نحن تهلعت اليوم على السوشي وهذا الكافيهات بعد من غير شو بقولكم، والله حياه حياه لكنها دوقة الحمد لله نشتاء لو حر بس قد الجو بعد ما يتشاهد إذا أنها دوقة وحرورة هاي مصيبة، لكن الحمد لله دوقة يا غير براد. كافيهات ما شيء كثرهم إن شاء الله إذا رجعنا من حيين حين ساير المكان هذاك هذاك طلع رسام رسام مواطن من هالكلبة من هالخور رسام مواطن من هالخور نسير بنطالع شو اللي عنده. السلام عليكم يا أخ محمد، كيف الحال؟ كيف أنت؟ هلا وغلا هلا وغلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ترك فنان يا أبوك أنت روحك تبع حد يرسمك؟ لا طال عمرك فنان تشكيلي وأشكيلك بعد. ما شاء الله ما شاء الله. منو هذا؟ وين؟ شو رايك بالطير؟ وين؟ ها؟ حر. الوان زيتيه. ما شاء الله عليك. كيف حالك يا ابو محمد؟ تعرفنا بنفسك الله يسلمك. ابو محمد الاستاذ الحماي طال عمرك، فنان تشكيلي اماراتي. ما شاء الله ما شاء الله. تدري خالي تحرى مكتوبه محمد مير زينه. لا هي والله تحريت مكتوبتي. الله يسلمك. مرحبا وسهلا. حياك الله. مرحبا بك، والله مكانك ملفت للنظر وشيك وراقي وفنان. لو كيف وصلت الى هالمرحله من الابداع والرسومات هاي كلها رسوماتك زيتيه؟ اي نعم، في اكريليك وفي زيتي طبعا. هي شو الشيء المميز اللي اكثر شيء ترغب فيه ولا اكثر يلفت انتباهك؟ هل هي البيئه الجبليه ولا البيئه البريه ولا البحر؟ والله يا ابو محمد شوف، فنان تشكيلي دائما يبحث عن ضاله انه يدور اسلوب خاص فيه. نعم. لكن انا كوني اعيش في بيئه بحريه وبيئه بدويه ايضا. نعم. فالطيور همتني وتناولت الخيول والطيور ومفردات البيئه طبعا. نعم. البيئه البحريه ايضا نفس الشيء تهمني. نعم. موي السيل كل الامور هاي كلها لاحظ احنا كنا نركز على الموج على اشوفه هني في الجاليري هذا محمد انا فتحته على اساس ننشر ثقافه الاقتناء ايضا نروج للمنطقه الشرقيه. نعم. زين من خلال اللوحات الفنيه اليوم طبعا. السائح محمد اللي بيه ما بيجي يشرب كوفي ويروح. نعم. حلو ان السائح يجي وياخذ تذكاريه من البلد اللي يزوره. ايه يهدي لجماعته هناك لما يرجع البلاد. نعم. من خلال طبعا الفن التشكيلي من خلال اللوحات الفنيه قاعدين نروج لبلادنا. نعم نعم. حلو جدا ان السائح وبلادك وبلادك لها عليك حق. طبعا هذا حقها ما يخلص من رقابي. نعم نعم. وهذا انت ما شاء الله صورك ويا صاحب السمو الشيخ سلطان الله يحفظه. في وين هذا ومتى؟ هذا طال عمرك اول ما افتتحوا المشروع هني. ما شاء الله يا سعد حظك. وهذا هذه ابو خالد الله يحفظك طال عمرك، هو الداعم الاساسي لي انا، هو اللي فرشني على امريكا وادرس هني. كان في احد المعارض الموجوده في ابو ظبي. ما شاء الله ما شاء الله. هني طبعا فكان في افتتاح معرض الفنانين الاماراتيين في ابو ظبي في المجمع الثقافي هني مع الشيخ سيف الله يحفظه، كان في دعوه لقصر البحر على لوحه شموخ الوطن. هني في معرض افتتاح معرض في ابو ظبي للشيخ حزاع بن زايد الله يحفظه. اي نعم هذا كان في وحده هناك القصر مع ابو خالد الله يحفظه. يا سعد حظك. الله يحفظك. يا سعد حظك يا سعد حظك. ما شاء الله كم صوره. هذه هني يا طول العمر كانت اساس لما استلم لوحه شموخ الوطن. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. انت حضيض. الله يسلمك. حضيض حضيض حضيض. الحمد لله. نعم كونك في هالدار. الحمد لله. الله يطرح البركه فيك. ويرزقك يا ربي من حيث لا تحتسب. اللهم امين اللهم امين يا ابو. ونحن فخورين في الشباب اللي مثلك وشرواك على الله يحفظك. وايدين مثلي وشرواك وايدين. الله يطرح البركه فيهم. وتأثر فيهم. الحمد لله الحمد لله. ولاده نعم. اللهم لك الحمد. الله يحفظك. تستاهل كل خير. الله يبارك في حياتك. صلاح. حمد الله. هي ها. هي ها. صلاح. هد. من انت يا زار؟ من انت يا زار؟ وحده صلاح. اما اليوم كم وحده صلاح؟ 100. 100 يا ربي يا صلاح. اليوم صلاح صلاح كم في كورونا؟ ما ادري
ما شاء الله عليك، الله يحفظك. فرصة سعيدة وشكرا جزيلا. نقدر كيف الوالدة تتواصل وياك؟ هل في رقم حساب عندك؟ عندكم في تليفون في انستغرام، انستغرام ام اندرسكور ال اس دا بنحطه نحن، شو رايك؟ بنسوي رفع هذا الشاشة ويوصل لين عندك. الشاشة تنزل الشاشة الله يبارك. هي ولا شو؟ ان شاء الله حبيبي. ايه هني ابو محمد. نعم. قلنا ايضا من باب التسويق والترويج للاجنبي في مقاد، في مش عارف شو، في هذه مهمة. الشغلة شو، نحن نروح على البحر طول عمره. نعم. ونشوف الاشياء الجميلة هذه. هي نعم. هذه موجودة على البحر. لكن نحن ما قاعدين نتأمل ولا نتفكر في الاشياء الموجودة على البحر. نعم. هذه طبعا من الاشياء الموجودة على البحر الحصة، لكن فيها جماليات. هي نعم. وفيها قدرة الله سبحانه وتعالى. سبحانه ابداع ابداع. نعم. اللي يدخلون هنا يشوفونها موجودة مرة ثانية لما يروحون على البحر قاعد يتذكر مرة ثانية. في اشياء مثل هاي. كوز. هي كوز كرنكوز في البحر مركوز. مركوز. اي الله. بس في ناس هاي مروا عليهم مرور الكرام ما يعرفونه. بس لما يصغيروني يسمونه صبصوب، العود صبصوب. العود كوز. يسمونه كوز. وكل من كبر ياخذ مسمى ثاني. خبرة بحر ما شاء الله عليك. الله يحفظك ويبارك فيك. خلص العرس؟ خلص العرس؟ كمل حكي. شكرا جزيلا، الله يغنيك. كثر من خيرك. طارت عماركم. انا عند المطعم اللي خبرتكم عن السوشي، وعندي ربعنا بنتعشى ضربه وياهم ويا جماعه من حراس الخيمه، لكن روحهم بيعرفون عن عمارهم. هذا الريال ابو البايد. مرحبا مرحبا ابو محمد، الله يحييك. هذا احنا الربع يوم سمعوا عنك موجود ويعرفون ان علاقتي وياك طيبه، قالوا لا سيسلم على خالد. عرفوا عن عماركم كلكم عادي. طبعا انا محمد غانم اللي دعت راس خيمه، وزميلي خالد الشحي ايضا. الشحي المراسل الميداني. ما شاء الله. محمد شاهين راس خيمه. مرحبا. يا مرحبا محمد ثامر النجم المفكر. والله مليار بالمئة ابوي يا جماعه، وهذا ابوي عجيد القوم، هذا وين ما يصير اي مكان يجيب لي الربع الناس اللي فيه خير. تقديرك يا خير. وابوي هناك شباب ما عندهم ما شاء الله عليهم. و سلام عليكم شباب، كيف انتم من هالخور ولا من هالوين كلكم؟ وبلاك صاد منك انت الحبيب، خير ان شاء الله. بعد الحين هالبيعه اللي تونا قلنا هذا ما يبي يصور. لا لا هذا اللي قال هذا هذا جابه هون اتحرهو. زين الحين براين نزل صورك ولا ما تبه؟ نزل عادي اكيد يا رجال. الله يبارك فيك. نور نور. الله يحفظكم ان شاء الله. احنا الحين صبنا الهدف في المطعم هذا، شكل اكلها وايد فنان ومرتب وغاوي. ها الحبيب شفت انت شفت فنان ايش كان فنك؟ بتخبرني انت منو، بتقول منو، شو سالفه المطعم، ومتى بديت، شو قصتك انت؟ وياك حمود عبد الله محمود الحمادي. والنعم. فتحنا اول فرع في خرفكان ما شاء الله 2016. تبارك الرحمن. المحل كان صغير الحمد لله يوم شفنا. وين ياكل الفكره السوشي؟ ليش حابين نبدا بمشروع مطعم؟ إيه. ليش بديتوا على تقيل يعني، ما بديتوا على خفيف خفيف؟ سوشي مرة واحدة عفدة بطيحة. إيه نعم. المنطقة هذه ما شاء الله وايد سياحي منها وكذا من برا الإمارات. نعم. فحبينا نفتح مطعم مش موجود في الخفيف. تبارك الرحمن. فجاءتنا فكرة السوشي وإحنا من محبين السوشي. ما شاء الله عسبتي صبت الهدف. الحمد لله. أبشرك إن مكانكم زين وفخم وأكلكم طيب من الشيفة. شرفنا. مرحبا مرحبا. مرحب. ما أبالغ إذا إني قلت لكم إن أفخم المطاعم اللي تدخل فيها السوشي. نعم داخل الدولة وخارجها. يعني في فخامة وفي طعم وأكلهم كله فريش على فكرة. كله فرش اليوم بيومه، كله ما في شيء دخل حتى البراد. ما هان علي ما صور. يلا واتدت ماونتين ماكي. هي شيكن ترياكي. هي this one is spicy volcano. انزين اوكي سيم ماونتين ماكي سير. انزين this one بيك لابستر. هذا بيك لابستر. وهذا سبايسي فولكينو. وهذا كريسبي تشيكن نيجيري. هي And your name? I'm Leishen. Leishen! ما شاء الله عليك. ايه الحبيب. شو هذا؟ شوربة. تغوص وتنبر تغوص وتنبر بس عاد عليك خلاص. ما يشرب. ها شو عملوا لي يشرب حين يدي؟ ما هذا.
هذا ما أبالغ ولا أوردر من اللي نزلن على الطاولات والله هن ولا عادي كله very special ما بسبيشل very special ثلاث مرات سبيشل ما بين مرة مرة والثاني ثنتين دليشز ما أدري هاي شيء دليشز أنت بتصورين ولا أنا أول بصور قال تشيز قال تشيز وين التشيز ما قلت تشيز تشيز شكرا يلا يلا انت حين تعشيت ولا بعكم تعشينا وين في البحر في البحر آه ما اقول عنك شيء لا تاكل ثاني مره بالمغرب كل يعني الساعه 8 8 ونص زين لانك بترقد الساعه 11 عشان ما تيوع خلاف صحيح يا خدية سمعيني سمعي صلاح تبغي ايس كريم تبغي ايس كريم ولا ما تبغى حينا تبع سمعي يا خدية ها شوفي يبيع ايس كريم والسكر اليوم عنده 700 لا ب 100 ولا ب 200 الحين تبغي ايس كريم ولا ما الحين تبغي ايس كريم ولا لا تبغي انت تبغي تريد ولا شهدي ترى قال يبغي الحين ها شوفي انا ما يخصني ما يخص قسم الحوادث ابوي ما بيقول شيء هين عم ما يقول شيء نحن ما يخصنا فيه انا حمينا المين يا ربي ما هذا الكلام عليك يا صلاح ما هذا الكلام حطينا الحجاب بينه وبينها خلاص ليش يعني ليش يعني احسن 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 يعلك من هذا وردة اخ عليك يا صلاح هلو كول بليس بليز كول بليس كم تو سايد كول بليس كول بليس هلو كول بوليس تو تيك هم ودوه واه كول بوليس بوليس لا 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 كول بوليس بليز هلو كم ذس واي كم ذس واي غرب بلاتك ناق حرمة مرة مصور ييب تعال ياي ها كول بوليس تعال ياي يكم حي كول بوليس شله وده هي كول بوليس لا لا كم ذس واي انت غرب كل بوليس خرفة كم بوليس ايه بليز ها خلاص صلاح 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 اسمع انت بس عيب وحده بس وحده بس وحده ها بس وحده ها لا تاكل زيادة حبيبي السكر عندك مليون طن ها كل بليس كل بس عيل لا تاكل زياده بسك وحده خلاص بس سيري سيري جو جو عليك يلا ما حبي يدريبك ترى ما اسمعي يا خديجه ترى ما اكل ايس كريم بس شرب ماي شرب ماي ما بتي ثاني برايك بيسكرون محلهم يعني يوم انت ما بتي مره ثانيه هذا تهديد شديد اللهجه مرة واحدة خليك صرطة صلاح علشون قبل أيوة ها كنسلته والله خلا أبوي إني كنسل ما أكذب زين زين صلاح الله كريم ما أبوي ها شو ما أكل الله لا تحلف الله هذا مكانه لا كذا والله احلف الله كم وحدة كل اثنين مت كلت هنتين ايه لا وين ما كل كذا والله كذا قول والله ها كم مكانه اثنين في لا واحد اثنين ماشي اثنين فوق موجود انت كلت يقول لكن جاب لوتي هذا لوتي شكرا على حسن الضيافه شرفتونا بارك الله فيك مطعمكم جزاك الله خير هذا راعي المحل راعي المحل هو راعي المطعم هو على فكره وين يا ساحر رجع حساب يقول لي ما في داعي تدفع لا والله علينا والله ما حيدفع علينا اكيد احرجته مطعم اه صلاح شو رايك المطعم قلت يلا تدفع بيزات وانت انا شي خصني انت ليه تاكل الايس كريم هذا كله
لا تزخوا الشرق ما يزكروا الشرطة حينة. أنت لي طالب وأنت لي كتسكري. Thank you. الله يغنيك حبيبي ووفقك إن شاء الله في هالمشروع الجميل. هو أكلكم جيد وفنان وما شاء شهراته الله يطرح البركة سلم على أهلك. الأماكن اللي جيتنا أنا يتول هذاك المحل الرسام ويت عند الشاب هذا. هاي الناس روحهم فاتحين ناس عصاميين مجتهدين على أعمارهم وأنا مثل ما تحيدوني أشجع الشباب والشابات عيالنا وبناتنا اللي عندهم طريقة اختيار أول بادي المشروع وثانيا التنفيذ والوقوف على حلالهم انه واجب على حلاله هو واخوانه وكلهم متكاتفين وما شاء الله متشاركين في مكان ناجح ناجح ثم ناجح للغايه بطريقه ما تتخيلونها. الله يطرح البركه. وهذا اعلان مني انا يا خالد. الله يبارك في حياتك. هذا شاب قال لي المؤذننا فيه موجود وياي بنك انت جاي بنك يا بدر المعرس. لا اله الا الله. يقول لك يا ابو محمد خريف العمر في يمك ربيع ونسمات الصبا قربك برود وحر القير في قربك صجيع رذاذ ماطر من غيم يود مواسم يت في لحظه ما تضيع. نعم كف الله الواش وعيون الحسود بيحتك وارتجى في قلب الوجيع. بيوت الشعر كالدر العقود ذكرتك وين ما كنا جميع صفا الايام ما فيها نكود حسافه مر وطر اللي سريع كانه ما خرج لي في الوجود يا نور الدار والخد اللميع يا شمس هيفت خلف الحدود يا ابو ظبي مضى عمري مضى صبري وانا عمري يضيع بلا برهان هايم في شرود طلبت الرب مولانا جميع برحمة خالج بيننا يجود من الوسمي وبراقه لميع ويسقي دار ترفات الخدود سلامي عن نبي طه الشفيع أمير سلامي عن نبي طه الشفيع أمير الخلق في يوم الحشم. لك تسلم صح لسانك المعرس فرصة جدا سعيدة لك تسلم معرس شاعر هذا معرس شاعر اثنان في واحد. مرحبا 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 هذا ابو الشباب بعد هني وهذا ابو انتوا كلكم الخور ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيكم ان شاء الله شكرا جزيلا ما شاء الله يا مرحبا بالشباب يا مرحبا بالشباب يا مرحبا بالشباب. السلام عليكم. السلام عليك امي كيف حالك كيف انتي كيف حالك شو اسمك؟ الله والنعم. وانت؟ والنعم. وانتي شيخة. وانتي ما شاء الله ما شاء الله من حد جدي منور منور فربكان. الله يطول بعماركم ويخليكم ان شاء الله. الله يفرحك ان شاء الله في عيالك. الله يسلمك الله يحفظك عيالك ان شاء الله. الله يخليك.